تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد على شاده اف ام، لقاء جديد ديال برنامج البطوله. موعدكم اليوم من اثنين حتى الجمعه، من الوحده حتى الثلاثه. كابتن فخر الدين، اهلا وسهلا. تحيه لك اخ منير، اخت ايمان، والسي حمزه، وجميع الصديقين وصديقات البرنامج. ايمان، انا واحد الحاجه قبل ما نبدا، كنستمتع من مين كيكون فخر الدين وكنكون حدا فخر الدين. انا من شوف ما قالوا لك أسطورة أسطورة، أنا نبدأ الحلقة هكا، حيث أنا كنستمتع كل نهار كنكون مع فخر الدين كنستمتع. مرحبا بك. مرحبا بك صحاب ليش أنا كسبكيني وضحكونا معكم بعدا شي حاجة. أنا كنقدم شي حاجة ناس من فوق راسي ما عرفتش زعما موني كتقولي لي هاد الهضرة زعما. لا لا أنا كنتبيع على راسي، خلي موني حيت كنطلق الناس بالزنقة. لا أنا كنطلع عليها الدم بعداتك حيت مع فخر الدين، وكنقول لهم أنا الحمد لله أنني عطاتني هاد الفرصه نكون مع فخر الدين. انا كنيرفيها انا. شكرا لك. لا لا انت فهمتي، انت زعما هذا، ولكن فخر الدين انا كيعجبوني دوك المستملحات التدخلات والانفعالات النقيطات والانقلابات. تحيه لكل الاصدقاء المستمعين ديالنا ولكل المتتبعين ديال برنامج البطوله على قناه شاده اف ام في اليوتيوب. اليوم بطبيعه الحال وحنا غاديين لمنافسات كاس العالم، ضروري من اطلاله على الفريق الوطني المغربي. اليوم ان شاء الله جبت لكم اللائحه النهائيه، الا قبلتوا عليا. اليوم جبت اللائحه النهائيه ديال 26. كتحمل مسؤوليتك. انا كنتحمل مسؤوليتي. قول انا الموقع اسفله، ها هو كنتحمل مسؤوليتي في واحد اللائحه ديال 26. وحنا ما عندنا نعطوك الراي ديالنا. صافي، انا هو النخيب الوطني. ولكن راه تيديو حتى داك اللي سميكول هادي ما فيهاش تمشي مع هذاك اللي تيقول لك كنتي حاضر. لا ولكن ناقل الكفر ليس بكافر. لا ولكن تيقول لك هذاك اللي انت ساهمتي معاه شي مشكل. المهم خاصك تقول انا خصني نخرج اليوم اسيدي. غادي نديروا شي بركه، ولكن كاين كذلك حتى المنتخب الوطني ديال اقل من 17 سنه اليوم ساعات الحقيقه تصفيات ديال شمال افريقيا المؤهله لكاس افريقيا للامم، اضافه الى منافسات القسم الثاني اللي تجرات هذا الويكاند. نهضت الزمامره راه مشى بن شريفه وقال لك لعبوا غاب قادوا غير البريباراتور فيزيك وربحوا عادي. علاش تفاجئني زعما؟ لا راه حيت لي لا ما تفاجئ. شوف ما عمرك ما تفاجئني انا في هذا الشيء، انا حضرت ليه شحال مره. انا مشيت وما كاين حتى واحد والفرقه كتربح، ربحتها بثمانية كاع عادي. هذا الشيء تعودنا عليه ماشي زعما شي حاجه موني، ما كنقولش الخيال العلمي. اي مدرب عاش هنا في البطوله المغربيه غتسقسي غادي يقول لك عشت هذا الشيء عادي 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 وعادي جدا جدا. شنو هو اللي ما عاديش؟ هو الاستمراريه. الاستمراريه هي اللي ما عاديش وهي اللي ما كايناش. ما تيقش في ماتش جوج ولا شي حاجه بحال هكا، حيت حنا هكا كنامنوا بزاف فينا. حنا كيمشي على هذا تيقول وحنا وحنا ربحنا وتيسالي كاع وتيقدر يقول لك ها هو المدرب كاع ما كاينش وحنا ربحنا. هذه هي اللغه اللي مسيطره على العقول. الدراري كيلعبوها بوحدهم ديال لا وما وهذاك الشيء وهذاك، ولكن سا نامبيش با داك الشيء ما موصلنا لوالو. نهار اللي غتغلبني انا وتجي هنا لهذا الراديو، نهار تعطيني جميع المعطيات وتقول لي كل شيء مقاد وكل شيء مصيب، ديك الساعه تغلبني. اما تعطيني لقطات فرقه لعبه كوب دافريك ونتشعبط فيها ونبغي ندير فيها انا داخل معاهم ولا تنا ولي نقول المغرب يحقق وحنا راه فرقه مشات لعبات كتلخص فيها كاع كتلخص فيها الكره كلها كندخل فيها الهوند والباسكيت والفولي كتسمع نهضه الرياضه الوطنيه والتنس كندخلوا فيها جميع الرياضات كندخلوا فيها بانه وحنايا وقفزه وحنايا الكره راه فرقه تبارك الله مجتهده كتمشي تخدم وكدير وغاديه بحال هكاك. يتزاد لنا شي واحد عاوتاني ما تعرف الطبيعه وراه الله اللي كيعطيك. شي واحد يجيك مشي من طاقه كيخرج مع الصباح يجري ما كيرجع حتى الليل ويمشي يدي لك شي ميداليات وتشدو حتى هو عاوتاني وتبدا عاوتاني. هذا راه استراتيجيه اللي رسمناها. يخرج لك شي واحد انا اللي كونته كيفاش واحد النهار كان دايز وعطيته خبزه وهذاك الشيء واه كان دايز ودور معاه ولا شي حاجه انا هو اللي درت ليه. وحنا هذا الشيء يا منير الله يرضي عليك. شوف الله سير مع هذا الشيء اللي حنا عايشين فيه هنايا. ثم لماذا ترى الاشياء سلبيه؟ علاش هادو واحد النوع هذا واحد النوع هادو راه خدامين. انا نقول لك شكون هما هادو كلهم؟ كتعرف الاشباح موظفين الاشباح ديال هاد سميتو كيخرجوا هما اختصاصيين ملي كتهضر انت على شي حاجه غلات كيخرجوا لك هادو هما عندهم اختصاص داو الاختصاص تيخرج يقول لك اسكت وانت حنايا تشويش وانت راك مضرور مقتول مهلوك
فهمتي تيخرج هو يطاكيك من هنا ماشي تيقول لك لا وخصنا ونشوفوا كيفاش نديروا ونناقشوا لا ما كاينش هذا الشيء يا اما ها ولا ها ولكن الحمد لله الدوام لله هذا الشيء اللي قلتيه الاخراني فخر الدين من ابناء الجلده دوام لله دوام الناس دوام لله بعض المرات المسيرين والمعنيين بالامر ما كيهضروش ولكن العزايا كي واحد عرفتي علاش عرفتي علاش لانه هو ديجا اصلا كاين تما بهذا الشيء بالموافقة وبهذا الشيء باش سميتو الله العظيم فخر الدين واحد واحد المره المهم واحد السيد من الموحد ديالنا حنا في الشيء كنا حنا جبدنا واحد النهار شي مسير هضرنا عليه انا في تواصل مباشر مع ذاك المسير صافا بخير تقدمنا الاحترام علاش انتقدناش كاين مشكل انت معاه لا الروايه اللي جات الو ترى عيط لي فلان مقلق عليك وانت راه ما عندك والو مع السي واش انا راه عندي الكونسير سميتو الكونفرساسيون ما عندكش مشكل لا راه مقلق اصاحبي ولا شوف الواحد الا كان بغي هذا يا ودي الله يهديكم هادو الشيطان راه قتلتو انا وقتلتو هاد الميدان وعطو شوف المسيرين عطوهم غير ديك الحقيقه حتى اللي ما كيبغيوهاش والله تغي احترموكم بالله سي فري والله تغي احترموكم بيان سو كيقولوه ما تيقولوهاش الحقيقه بلا زياده بلا زياده هذيك الزياده هو ايمان ملي كتهضري مع شي مسير وكتستاد فيه راه هذاك نهار حنا بالقشور هنايا بقى يموت بالضحك قلت لي شحال كنهضر انا وياه ما كاينش شي حاجه قلت لي عيب الواعرين ونمشي معاك لدارك الواعرين قصدك في العمل ديالك في شخصيتك اش كدير هذا هو اللي صعيب ملي كنكون نهضر معك على نطاق ديال نطاق ديال الرياضه حنا نطاق الصيفه اللي عندك انت في انا راه غدا نتلاقى معك والله تنجلس انا وياك ونضحكوا كل شيء ولكن في ملي كتكون شي حاجه في الرياضه اللي ما عجبانيش راه تنقولها ماشي اصلا انا ما ضدك ولا ماشي لا بالعكس ما كاينش ما كاينش حاجه شخصيه نمشيو عند ايمان قطعي بينا عفاك البحر لهيه شوفي لنا انا بغيت نبدا لكم بواحد الخبيره اللي جاني واحد التصريح فشي شكل الرئيس السابق لا فيفا جوزيف بلاتير الرئيس السابق للاتحاد الدولي خرج بواحد التصريح وقال انه نادم انه منح شرف تنظيم كاس العالم 2022 لقطر واكد انه كيتاسف للدول الغربيه وقال بلي الى رجع به الزمن ما غاديش ياخذ هذا القرار وكان كيفضل ان الولايات المتحده الامريكيه هي اللي تكون منظمه هذا كاس العالم من بعد التنظيم ديال روسيا شي 4 سنين هذه وكانت غادي تكون يعني بادره سلام للخصوم سياسيا. قولي تعطلتي انا قولي فخر الدين شحال هذه قالها لك قالك بانه احنا راه عارفين اش واقع القضيه ديال ندم انه منح ماشي هو اللي منح كان التصويت ولكن هنا راه التنفيذي ما يقولش هو اللي منح لا بلاتي ولكن قال ندم دونك راه يدو تما يعني ماشي بوحدو اللي داخل ولكن يدو تما ماشي بوحدو اللي داخل واش التصويت التصويت ما عنده علاقه التصويت عنده هو مركز القرار ولكن ماشي هو صاحب القرار هو بلاتيني الا بغى انفلونسي ولا بغى ينزل على شي حاجه راه غادي ينزل عليك وغادي يقول لك اسمح لي عندك سميتو دابا اللي عطى الله عطى شتا هذا الحديث نعاود نقولها مسبقا على هذوك الناس اللي ماتوا ولا الناس اللي كيشتغلوا في الامارات وفي السعوديه وفي قطر هذه برامج تبعتهم شحال هذه سي تروطار دابا ما تشرحوا لنا حتى شي حاجه دابا خليوا هذا كاس العالم تلعب نتمنوا على انها تدوز راه غادي لان راه هي ملعوبه في واحد مساحه صغيره ملاعب قريبه داروا جميع الحوايج اللي تقدر ما عندك فين ما تعطل ما حتى شي حاجه نتمنوا الامور ان شاء الله تمشي ما يكونش شي 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 وانفانتينو خرجت يعني الفيفا صدرت واحد الكومونيكي قالت فيك بركه من هذوك يعني صنفات واحد المنتخبات اللي مشاركين في كاس العالم قالت لهم بركه متشويش وما تبقاوش تخلطوا السياسه وما عنده هو اللي يقول غير هذا الشيء بالكره لان انفانتينو خصو يقول شي حاجه بحال هكا وتخلق الضجه حيت عربي بالنسبه لي العرس ديالو راه قريب يبدا العرس راه غيبدا البرازيل عنات على اللائحه النهائيه ولاول مره في تاريخ البرازيل اكبر لاعب عندهم غادي يكون في لا ليست اللي هو داني الفيس داني الفيس 39 سنه ينفع غادي ينفع ما قالوش راه شي بال لا ماشي 39 غادي ينفع وسط الجروب هذا ما عايش ليه فاسيلمون وما عايش ليه هكاك هباء يعني معيط ليها ايمان باش يدخلوا وسط المجموعه غادي ينفعوا مع نيمار ومع هذوك ما يمكن ما يدخلش هويا ولكن لو فري كابيتان ديكيب راه هو هاد الفيس كابيتان على برا فين غيكون كابيتان؟ غيكون كابيتان ديكيب في وسط الفندق الفيستيار في لونترينمون لاعب ذو خبره كبيره غيكون عنده شوف
عنده الكلمه ديالو داخل المنتخب. فتيتي اعلن على اللائحه في وقت يعني في وقت مازال باقي قال لهم راه نحبسوا هنا هذا الشيء. ودابا منير دابا هذا الله يحسن العوان راه واحد ما كاينش في اللائحه. نعطيك انا فيرمينيو نعطيك انا يا مدرب ديال البرازيل غدا منير ونقول لك يلاه سير عيط لي على المجموعه ما كنظنش غنوحل باش غتوحل باش تجمع. ناخذ واحد الفاصل اشهاري قصير ونعود لمواصله الحديث. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام. تحيه لكل الاصدقاء. شي واحد قال لي روسي ماروك قال لي راه داني الفيش مجبر على يعني مفروض على المدرب بطلب من نيمار وبعد النجوم. لا ما كنظنش ما توصلش معاهم لهذا. واش شفتوا كيفاش فرح نيمار منين شاف سميتو في لا ليست فينال ديال كوب دو مون؟ انا مع كل احترامات يجيني داك الشيء كله اللي داروا حيت كاع اللعابه كلهم كلهم دايرين ديك السينما ديال فيك زعما راه ما عارفينش وي واش حتى نيمار وكتشوف ما باغيش تفهم راه غتكون في لاكوب دو موند واه اسمح لينا. هي شوف هي خطه اتصاليه زوينه دايرينها البرازيل مالهم اللعابه كيصوروا دي فيديو في اللحظه ديال الاعلان ديال اللعيبه واللي سمع سميتو كي زعما ما تكونش بصح زعما غير تمثيل كاينه بحال داكشي ديال الباك الباك القديم اللي كان كيدار في الجورنان وكيدار في اسميتو بعد البرازيل تعاود صافي مزيان شوف منير الله يرضي عليك هادشي ولينا شي زوين كنتعودوا عليه ما كاين مشكل واه. باقي الاخبار اللي مورا البحر لهيه اييه كاين بسم الله كاين سيدي توماس مولير لاعب وسط بايرن ميونخ الالماني غادي يغيب عن اخر مباراتين لفريقه قبل التوقف ديال التوقف الدولي وقالوا خصو قسط من الراحه وصرح المدير الفني البايرن ميونخ جوليان انه كيفضل انه توماس ياخذ راحه لتجنب المخاطر او الاصابه ديالو قبل من المونتاج. هذا داك نيجلسمان هو اللي ما عرفتش تشاور مع كمال قبل ما يعطيه الراحه ولا لا؟ وزعما كيفاش هاد القضيه ديال الراحه؟ ايوا خصو نورمالمون يبقى لا الا كان لا اتونسيون هما كيعرفوا على واه يجي وياخذ الراحه ياك القسط راه تعطاه هكاك تدخل لعند الناس المختصين هذا باش عرفوا كيفاش دير فيزيكمون وداك الشيء. والمانيا في المانيا يعني ماشي طلبوا شي فريق على برا وقال لي عافاك راه فلان خصو يرتاح. الخبيره الثالثه شادي رياض لاعب برشلون عاد لائحه الفريق في المباراه اللي غادي تجمعوا مع اوساسونا اليوم وشادي كيتعتبر من ابرز لاعبين الشباب اللي غادي يعول عليهم كزافي مستقبلا سورتو من بعد الاعتزال ديال بيكي. شنو بان لكم في هذا اللاعب هذا اللاعب مغربي؟ الله يسهل عليه عنده الحق صافي ما باقي مسكين ياك يلا غادي يدخل في وسط عيط لي في اللائحه ديال ان شاء الله صعيب تاخذ بلاصتك مع دوك الناس الا ما كنتيش مجتهد غادي تلعب مع دوك الناس في ليكيب ناسيونال ديالو. راه منير حدادي راه ما ولا تيتولار في البارسا تختار المنتخب الاسباني عاد ولينا كنشوفوا سولي على عبد الصمد زلزولي والياس والياس اخو ماش الياس اخو ماش دابا ملي راه دار اختيار اولي بعد ديال المنتخب ديال لي اوفان دابا راه عاد باقي مع الجروب. شادي رياض باقي نصو معنا هنا ونصو لهيه ومساله الاختيار غادي تلعب دور كبير فانه واش غيتم الاعتماد عليه ولا ولكن يعني كيتعتبر انه زعما من ابرز اللاعبين تما في فئه الشباب كاين غيولي هاد القضيه هادي راك تي قلتيها شحال هادي غيبداو يسدوا عليك الروبيني غير مازال بشويه لا هما التكوين ديالهم تيقول لك غتولي ضغوطات على هاد الدراري هادو في كاع الدول راه يقدروا من هنا لقدام يبداو يفرضوا عليك الا كنتي غتمشي للمنتخب ديالك حط الباسبور ديال الجنسيه ما يبقاش اختياري غيبقى ولا ديجا في هولندا كانوا طرقوا له وقالوا قال لك حنا كنكونوا وكنديروا وكتجي انت حتى الاخر وكدير مصيب سميتو. ما عرفتش واش انتم شفتوا التراجع ديال المستوى ديال حارس كورتوا مع ريال مدريد لعب جوج ديال تسعود ديال المباريات في الدوري الاسباني واستقبل 11 الهدف في المرمى ديالو. ريال مو كان ميور في الماتش ديال واكد ليها في المباراه اللي لعبها ريال مدريد امام فاليا كونا لا ريو فيكانو شنو؟ ريو فيكانو ريو فايكانو ريو فايكانو ريو فايكانو ديال مدريد حتى هي ريو فايكانو دونك تسجلوا عليه ثلاثه ديال الاهداف مقابل وحنا نتمنى يبقى غادي في هذا شنو بان لكم غيبقى في نظركم التراجع غادي يكون صالح المنتخب؟ راه ديرنيرمون كان مزيان لا واحد الماتش التراجع ديالو زعما دابا ما تقوليش تراجع دابا هو على حساب استقبل 11 هدف في تسعود ديال الماتش استقبل دابا الا خدينا بهذا المعيار التراجع ديال كورتوا وخدينا بونو
حتى بونو حتى هو راه داز مراحل الفراغ. ماشي مراحل الفراغ، الا قالت لك استقبل شحال استقبل بونو؟ استقبل كيستقبل وكيرجع. لا خليك كيرجع. لا 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 استقبل وكيرجع. لا ملي كتقولي استقبل شحال استقبل بونو حتى هو في هاد الماتشات راه كثار من، ولكن ما 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 نحطوش معيار. ماشي مقياس، ماشي مقياس، ماشي مقياس. قال لك طوتي كان مشى لا كوب دو موند في 2006 وهو بليسي، فاش سولوا لونترينور قال لهم واخا يكون غير برجل وحده غنديه معايا، وكانت كان عنده ان رول برينسيبال باش داو لا كوب 2006. راه هذه كتوقع استثناءات في استثناءات بعض المنتخبات المنادات، ولكن ماشي القاعده ديما. لا ماشي قاعده، ماشي قاعده، ماشي قاعده. هو توتيكا توتعا احسن جوار ديك الساعه في ايطاليا فلايس روم الامير. امير ديال روما. خبيره الاخرى بسم الله، حارس مرمى ديال المنتخب كندا ماكسيم كريبو غادي يغيب على كاس العالم بسبب الاصابه للعب 15 مباراه دوليه مع منتخب كندا وخمسه ديال المباريات في تصنيف مؤهله لكاس العالم. شو بالكم في هذا الغياب ديال الحارس؟ ما مكتبش ليه امام، كاينين حراس، كاينين حراس اخرين. دابا حنا كنعطيو هذه الخبيره على قبل باش نشوفوا المنتخب الوطني المغربي زعما واش فهمتي، واش هادشي في صالحه ولا ماشي في صالحه ولا ما نبقاوش ندخلوا في هذا. حارس اللي هو تبيسه وشي هادشي اللي كيوقع في كاس العالم كاس افريقيا تعودنا عليه، غير هو ما كتاخذيش انت كمقياس. الا حطيتي عند مدرب ديال كرواتيا ولا ديال بلجيك راه ما غاديش يبغي كاع يهضر معاك، ما يقولش لي ملي غتقولي ليه توعت هذاك وكيكون حنا كنلعبوا مع فرقه ما كنمشيوش كتلعبي مع منتخب سميت. تعقل على الدموع ديال روماريو في 98 فاش تعلنا لا ليست ديال زاكالو. السيد دار كونفيرونس دو بريس وكيبكي. روماريو هذا ما ادراك ما روماريو، هو كتلعبي مع منتخبات ما كتلعبيش مع مع عناصر. ولكن فخر الدين يعني كيكون واحد العنصر اللي هو عنصر مهم في المنتخب، عنصر ماشي مهم انت كتلعبي مع منتخب. انا جو نو بونس با غدا توقع شي حاجه او بوان ديال سميتو بوان دو ديال لي غارديان ولا ديفونسور غادي نقولوا صافي حنا غادي نحبسوا. كيخرج لك شي واحد اللي انت ما كتوقعش، انت اللي ما كتوقعش حيت اتونسيون راه كاع اللي جالسين تما علاش كي سون دي جوار سيليكسيوني، علاش علاش كتعيط لي سيليكسيون؟ تعقل على كوب دي مون 90 الارجنتين كان عندهم الحارس الرسمي ديالهم هو بومبيدو وال لعب الماتش الاول كونتر الكاميرون خسروا، الماتش الثاني ديالهم في الجروب تبليسه دخل الاحتياطي كويكوتشيا هو اللي وصلهم لا فينال. داك كويكوتشيا بالبينالتي كان كيتسنى داك شي موهبه كتسنى غير الفرصه ديالها، حيت هو انا اللي كنكون نعزل اللي كندير 3 غارديان دو بوت سافو دير كوا يعني عندي لو شوا ما عندي ما نسى كاين تقارب عندي واحد تيتولار وي ولكن كاين تقارب عندك البلون يعني هذاك 2-3 يتقاربوا لهذاك ديما كاين تقارب. حنا راه كنا لاعبين لا كوب دافريك في داكار توعت الزاكي، الزاكي دخل عزمي مع الكاميرون عزمي دخل عزمي باقي كي معروف في الوداد ومعروف هذا، ولكن ملي دخل تما فاجأ شتي اول كره غيشدها جميع المتتبعين تفاجئوا زعما ما كانوش كيتوقعوا انه هذا ديجا مع الكاميرون حبسهم حبس روجي ميلا اول كره غيشد واحد الكره جات شي ضربه راسيه جات بحال هكا شد دار ديك الحركه بهلوانيه اللي كيدير فاش كيدور على ظهرو هذيك بينات بلي السيد داخل تيقع من الاول وفي دوزيام ماتش مع الزاير شد بيلانتي. لا ودابا واش تعرفي هنا بان كنقول لك ها هما شكون اللي كان كيقول دابا اللي غادي يتفرج ذاك النهار يقول لك غيدخل غارديان دبيتا يدخل هذا اللي ما عارفينش، ولكن الناس اللي عارفين المستوى ديال ازمي عارفينه في اي لحظه غادي يدخل ويدير عزمي. وهنايا في التصريح ديال الوليد الركراكي اللي شفتهم انه كياكد على كرواتيا وعلى بلجيكا وما هضرش على كندا. وهاد القضيه انا دابا ما كاين مشكل، لا انا هاد القضيه شويه دارت يمكن حيت ماتش الاول والثاني ياك حيت عندك واحد جوج حيت كندا عاوتاني واخا بدات 36 عام ياك ما تاهلتش ل لا كوب دو موند في 2018 راه خلينا الماتش الاول ايران ولا كنهضروا على البرتغال ولا اسبانيا خلينا الماتش الاول خصنا تكونسونطراو عليهم بثلاثه يعني ماشي غير نختاروا جوج. فكندا تاهي راه منتخب يحترم، نخليو مؤقتا المنتخب الاول نفتح واحد القوس مع الثلاثه ان شاء الله. المنتخب ديال قلب 17 سنه ديال سعيد شيبه التصفيات الافريقيه في الجزائر دازوا المباريات الوديه داز شمال افريقيا داز كاس العرب فينال وداك الشيء دابا لا كومبيتيسيون اوفيسيال لاعبين مع تونس مع المنتخب التونسي واش لا سبق لهم واجهوه سبق لهم واجهوه في لو ناف غير لا بحال هاد المنافسه هادي ملي كتجي هي الرسميه عندك في الفئه واش كتحكم على مصير اون جينيراسيون بيان سور ما كت دابا المشكل اللي كيوقع عندك هنا منير هو انه ملي كتقصى
عدد كبير من اللاعبين اللي مؤهلين واللي هما موهوبين كي 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 كيأديو الثمن حتى هما مع هذوك فهمتي اش بنقول لك الاقصاء تيخلي على ديك المجموعه بحال كتنساها كيتم استغناء على المدرب اللاعبين اللي ما كيبقاوش وهذا هو المشكل اللي كنعيشوه انا نتمنى على ان الوليدات ان شاء الله يمشيو الى ابعد حد لماذا تخلصوا بروميير باش يدوزوا نقول لك انا نتمنوا تو تي بوسيبل ديجا بعدا هما ديجا راه مع شيبا راه كاين شويه ديال التجاوب شيبا ونور الدين بوبو نادر المياغري هذا هو الطاقم ديال المنتخب الوطني قبل من 17 المباراه الاولى اليوم مع تونس المباراه الثانيه نهار الجمعه مع ليبيا والمباراه الثالثه نهار اثنين مع مصر هادو منتخبات كلهم باش تكلاصا بروميير صعيبه القضيه شي شويه واللائحه راه فيها اللاعبين المحليين بحال اللي نفس اللائحه اللي كانت في كاس العرب زائد جوج دراري جاوا من نيم الفرنسي هذا الشيء اللي كاين فنتمنوا لهم التوفيق الماتش اليوم مع ثلاثه وكيف العاده اللي بغى يتبع راه القناه الرسميه ديال اتحاد شمال افريقيا في اليوتيوب راه غتنقل عاوتاني كل المباريات بكاليتي مويان المهم كتخليك انك تتفرج في مباراه لكره القدم ناخذ واحد الفاصل ثم غنمشيو للفريق الوطني المغربي الاول المقبل على منافسات كاس العالم اليوم 8 نوفمبر بدايه من اليوم العد العكسي للاعلان على اللائحه النهائيه في كل وقت وحين انتم دائما في الاستماع على برنامج البطوله على شاد اف ام تحيه لكل الاصدقاء كل المتتبعين وديع فاضل قال لك واخا ندوزو من الدور والاحتماليه كبيره نطيحوا مع اسبانيا او البرتغال وعندك والالمان نسيتيها سي وديع ودوز بعدا دوز بعدا بعدا لي 3 ماتش ان شاء الله خالد احموش خسر كراكي يكون سيد الاختيارات تاعو يتحمل التبعات تاعها وقصه فيليب سكولاري مع روماريو والعصا اللي كلا عليها من الصحافه ماشي فيليب سكولاري زاغالو هو اللي ما داش روماريو في 98 وقصه فيليب والعصا اللي كلا عليها من الصحافه والشعب البرازيلي خير مثال راه المدرب هو اللي خصو يجوستيفي الاختيارات ديالو ولكن انا اختاريت فخر الدين ما اختارتش ايمان لانه فخر الدين هو اللي صالح ليا. وانا كتشعب هو كيتحمل المسؤوليه. حتى الا دخلتي في ذوك لي ديتاي. لا 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 لا. الحمد لله هداف في دوري وصنف اقوى دوري عربي على الاطلاق قال نختار لاعبين من الدوري المحلي شبه الاحترافي ولا نختار الحمد لله ديال محمد الحوني بغيت نكمل التعليق ديالك ولكن عطيني شي مهاجم في المغرب شي مهاجم اللي حتى هو في منافسه مع هذا اللي كتهضر انت كتجبد واحد من ان بوست وكتقارنه مع لعابه في المغرب اللي في دي بوست اخرين. هل حقا اعتنق الخلوق ديديا دروغبا الاسلام؟ لا نفى 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 اتذكر انه تفرج فيه في تشيلسي نهار السبت جا نهار الاحد القدم الذهبي في نسخه دريس فتوحي بكل تواضع جالس والنسخه ديال يوسف الترابي يمكن كان القدم الذهبي كان جا لها روجي ميلا يمكن الثانيه المونستيري فريق ليس لديه امكانيات والشاب بمن دفع مصاريف الفريق المغرب نتمنى البركان بكل امكانياته التاهل من يتحمل مسؤوليه تسريب اللائحه للمنتخب؟ ما كاينش تسريب اصاحبي كاين اجتهادات انت والله يديك شتي انت دخلتي دخلتي المشاكل يلا يلا وراه كتسرب يلا شهدوا عليه يلا راه كانوا شي ناخبين وطنيين الله يسمح لهم راه التشكيله مشات من لوطيل وصلات لشي بلايص اخرين باقي منير واش بكامل قواك العقليه الحمد لله يلا وعاود القسم دابا قبل ما تبدا اقسم بالله العظيم ان اتحمل مسؤوليتي فيما ساقول حنا ما معاكش لا ولكن غير بلاتي حنا غادي نهضروا بروفيسيونيل كل سميه بالتعليل ديالها علاش علاش حسب راه فخر الدين الا كنتي في الدار غتبدا تحسب غتقول حسب ذاك شويه الكره اللي كتقول لوجيك لعبتي غير بشويه ديال المنطق ولكن كاين المنطق ديال المفاجاه ثاني غتخرج اللائحه غتلقى واحد جوج ثلاثه السميات ما كاينينش والله اعلم نتوكلوا على الله بسم الله كحراس للمرمى كنا كنعرفوا بانه ياسين بونو منير المحمدي انديسكوتابل هادو ما كيهضر عليهم حتى شي واحد وبقى الاختيار بين الزنيتي ورضا التاكناوتي كحارس ثالث جات واحد الخرجه ديال وليد الركراكي خرجه اعلاميه وقال لهم باللي راه ماشي غير جوج اللي كاينين كاين ان جون ان تروازيام كتقول ان جون كتفكر يا اما الحمياني ديال نهضة بركان ولا بن عبيد ديال الفتح اللي كتمشي تشوف حمياني كتلقى عنده 27 اون 28 اذا هذا اللفظ ديال جون كينطبق على المهدي بن عبيد ديال الفتح الرباطي واللي كان وليد الركراكي هو اللي نونساه اذا الحارس الثالث بالنسبه لي انا ياسين بونو منير المحمدي والمهدي بن عبيد خط الدفاع اربعه ديال المدافعين اللي غيكونوا في قلب الدفاع الجوج ديال المباريات اللي تلعبوا
مع وليد الكراكي كانت فيهم غنم سايس واشرف داري، اذا اوتوماتيكمون كاينين هاد الجوج. نايف اكارد رجع واللي هو كان رسمي قبل من هاد الجوج، ها ثلاثه ثم لاعب اللي كان معاه تما ولكن ما لعبش اللي هو سامي مايي. وعلاش سامي مايي؟ لان سامي مايي كيقدر يلعب كذلك حتى لاعب مدافع ايمن انا ريال ضروه. اذا اربعه غانم سايس، نايف اكارد، سامي مايي، واشرف داري. اشرف حكيمي بدون نقاش على اليمن، نصر مزراوي بدون نقاش على اليسار، وهادو بجوج دي دغواتي يقدروا يلعبوا هنا وهنا، وبجوجهم لعبوا هاد الادوار. كيبقى خاصهم ان غوشي اللي هو يحيى عطيه الله اللي داه معاه وليد الركراكي في التربص الاخير، هو حمزه مساوي مع شيء من النقاط ليحيى عطيه الله، لان وليد الركراكي غيدي اللي كيعرف وياخذ اللعاب اللي كيعرفوا، رغم حمزه منديل اللي كاين في اللائحه الاوليه، ولكن حمزه منديل بعيد على العين، بعيد على الجروب. وسط الميدان لا ريكوبيراسيون فخر الدين، هنا صح لي غلطت شي حاجه تقنيه ولا شي حاجه. سفيان امرابط، سليم املاح، ومعهم يحيى جبران، هادو بثلاثه لعبوا في لي دو ماتش ديال اسبانيا، معهم عبد الحميد الصابري ديال سامبدوريا. ثم كيجي دوك اللي كتسميهم لي روليور، عز الدين اوناحي وكذلك الياس شاعر، الياس شاعر حتى هو كيكون بلي اوفونسيف، وامين حارث، هادو كلهم كانوا في لا ليست الاخرى اللي دا وليد واللي استدعاها. ثم كاين واحد اللاعب اللي كان مستدعي للمنتخب الاولمبي في التربص اللي داز، اللي كانوا غيلعبوا مع السنغال، وكان مع دوك ثلاثه اللعابه اللي استدعاهم وليد الركراكي يلعبوا في ليكيب بريمير يتدربوا معاهم، كانوا ثلاثه اللعابه، وهو اللي نط عليه دجا مؤخرا ما بين المغرب وبلجيكا، لانه اختار بلجيكا، لاعب ديال مواليد 2004 بلال خنوس. هذا لعده اعتبارات غادي يقدر يكون في هذه اللائحه النهائيه، لان هضر عليه وليد الركراكي، ثم ذاك القضيه ديال حنا المغرب ومعنا بلجيكا، دونك باش ناخذوا نديروا الترسيم ديال هذا اللعاب معنا بلال خنوس، هذه هي المناسبه. انا كنقول بلال خنوس كاين في اللائحه النهائيه. خط الهجوم، خط الهجوم تبعنا مع وليد الركراكي في المباريات ديال اسبانيا، تبعنا مع حكيم زياش، شفنا معاه زكريا ابو خلال، وشفنا مع عبد الصمد الزلزولي وسفيان بوفال، هادو شفناهم عطاو داكشي اللي عطاوه كاينين. في البوست ديال قلب الهجوم لاعب النصيري، وليد شديره، ولاعب ريان ماي، ايوب الكعبي ما لعبش. دونك ايوب الكعبي انا غنحيدو من الاختيارات والله اعلم، وغادي نزيد عبد الرزاق حمد الله من بعد التطورات الاخيره وهذه الخرجه ديالو وذاك الليونه في المواقف اللي ولات ما بين هذا الطرف والطرف الاخر، ولكن اللي غادي يمشي في هذه اللعابه في الثلاثه اللي كنت ذكرت هو وليد الشديره اللي كان كلاسي تروازيام في البوست ديال قلب الهجوم. كيبقى عندنا نصيري، ريان ماي، وعبد الرزاق حمد الله. ثم كاين واحد اللاعب اللي بقى التنافسيه بينه وبين سفيان رحيمي في الاجنحه اللي هو منير المحمدي، منير الحدادي. منير الحدادي في تصريح ديال وليد الركراكي قال منير الحدادي لاعب ديال لا ماسيا وكيلعب دابا في خيطافي، دونك هضر عليه، اذا ربح نقاط على سفيان رحيمي، اذا منير الحدادي هو اللاعب رقم 26. كاينين اربعه اللعابه اللي غادي يمشيو مع الجروب تحسبا لوك لي بليسور ديال 24 ساعه قبل الماتش واللي لا بغيتي تشونجي، كاين اربعه او خمسه. سفيان رحيمي، فهد موفي اللي كيلعب في البرتغال اللي هو ظاهر ايمن واللي كان في التجمع اللي في اسبانيا لي دو ماتش ولكن ما لعبش، كاين ايوب الكعبي، وكاين جواد اليميق في كقلب دفاع، ووليد الشديره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اوكي الا جيتي تشوف راه ما واش ذكرتي هنا بوفال؟ اه كاين بوفال ذكرته، انا درت 26 زائد 5. ما كاينش حتى دابا انت ملي كتبغي تصيب بازيتي على داكشي اللي كاين المعطيات. شي المعطيات علاش تي كان قبيله كون عطيتك دابا ديال لا ليست ديال البرازيل ما تقدرش؟ لا فوالا، ولا الارجنتين، ولا المنتخبات اللي عندها لاعبين كثار وعندها بزاف ديال الاختيارات المدرب كيتحرج. اما حتى الماتشات اللي كيلعبوا هاد اللاعبين خلوك انت كتختار، لان علاش؟ ماشي غتحير لا، حيت لاعبين ماتشات غادي تفتح دابا غادي تشوف دابا انا قلت لك البارح اول البارح تنقول لك غادي نشعل انا نشوف الانتر لعبه ولا لاسي ولا غادي نشوف اي فريق لعب في الانجليز، والا وكنشوف محترفين ديال هاد المنتخبات. حنا دابا عند بالنسبه لوليد ما عندوش واحد لو شوا اللي غادي يقدر يتحرج فيه كثير من غير هاد لو بوست اللي هو ديال
حمد الله اللي تطرح مؤخرا بالنسبه للمزراوي وزياش راه امور لا ماشي انديسكوتابل حيت ما عندكش بديل ديال الامور صايبه. شوف منير الامور صايبه اصلا اصلا وحيد من المشاكل اللي خلاته على انه يمشي ولا يدير هو هاد لونطونت اللي ما كانتش عنده بين جوج اللعابه. انا كوالد غادي نجي قبال ما غادي نجي، راه حنا الجامعه اللي غادي السلام عليكم السلام هاد لي دو جوور بارمي هذا وراهم داكشي اللي كان بقى لو كا ديال هذاك احمد الله اللي صراحه من بعد خرج الاعلاميه ديالو ديال البارح عدد كبير من الناس حطوا هاد وانا منهم واحد منهم. تقول كيفاش ثلاث سنين ديال السكوت تخرج اليوم وكتطلب شي اعتذار وكدير شي حوايج؟ لانه هنا كيبان كاين شي توافق. علاش عطيتيه 80 نقدر نزيد كان 10% نقدروا 90% 90 والفوق نشوفوه بانه كاين دائما هذا باش يمكن ياخذوهم بواحد الطريقه. لماذا نمشيو بلا ما يكون عندنا اللغط في هاد لاكوب دي موند؟ فهمتي نمشي انا ترونكيل كمدرب انا ما ناش خاسرين ادي اسيدي هاد السيد في المجموعه ومن تم تم يحل الله ونحملوا انا مسؤوليته. كيولي ديك الساعه المسؤوليه ثاني كبيره ضغط كبير على حمد الله اكثر ما هي على على وليد الركلاكي. اللاعب مسكين هو اللي كيولي عاوتاني يلا احنا هذا وهادشي ما بغيناش نوصلوا ليه. فهادشي اللي قلتي كله منير الى هادشي هاد اللائحه ما شكون اللي تقدر نقولوا نسينا ولا نسى وليد الركلاكي؟ شكون اللي تقدر يلا غادي شحال غتجبد كاع الى بغيتي تحط يلا شحال غتجبد؟ راه الحجر مع ذلك ذاك النهار انا الحاجه اللي ماشي تحطمات قدامي واحد الاسطوره حيت ديما كنقولوا المغرب غني باللاعبين ياك الفيفا عطاتك الحق في 55 انا عييت من عصر 55 والله ما تقدرش نكملها ما تقدرش نكملها ما تقدرش ما عندناش 55 سيليكسيونابل لا ما كاينش حتى دابا عنده الحمد لله القاعده بالنسبه للوالد ديجا راه هي هادي ما كاينش شي حاجه كثيره هادشي اللي كاين وباين تبقى شي حاجه قله قليله ديجا عندك لا شونس بعدا كدي دوك الخمسه اللي تا هما كتطلب من الفيفا راه هادي راه مزيانه هاد الخمسه بعدا ديجا راه كتخليك على انك انت غادي وباقي عندك مازال لو شوا فهمتي ولكن لا لو شوا غير اون كاد بليسيور بليسيور عرفتها ما عرفتيش اما لي شوا ديالك صافي كيكونوا في هذيك ال 24 هذوك تيكونوا خارجين لا هذوك خارجين عندك لو كاد بليسيور هو اللي غتبدل ما يتبدل ما تبدلش من غير لا كان شي حاجه اخرى ما تبدلش إيه وهذاك اللاعب خصو يكون صافي تيليمينا من لي فيكسي ناخذ واحد الفاصل ثم نعود مستمعينا الكرام وهذه المره غادي نمشيو نتكلموا كذلك على الفريق الوطني المغربي وكاين شي ارقام هنا بغيت نقدمها لفخر الدين من حيث الجاهزيه ديال اللعابه. البارح هضرنا اون جينيرال ولكن كاين شي ارقام هنا اللي جاتني شي شويه صعيبه. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام. عبد الصمد الازهر قال لك انا الامنيه ديالي في هذا المونديال هو تسجيل 5 الاهداف كيف ما كانوا النتائج اوكي غنديرو وديجا 5 راه خص تكون ماشي مكراسين حتى الاول في المجموعه ولا ها انت خسر كاع لي دو ماتش وماركي كندا تجي تقول لك اجي ماركي عليا 5 الله يلا غاديين بلومبيلونس عامره بزاف. هذا هو التخوف ما بين الجاهزيه والناس اللي يلاه غادا راجعوا وشوف لا قدر الله شنو غيقدر يكون. واش هاد ربعه غادي يبقاو طوال المونديال ولا مع بدايه المقابلات غادي يمشيو ولا يبقاو ينشطوا المجموعه؟ لا غادي يبقاو حتى 24 ساعه قبل المباراه الاولى. ديك الساعه ما بقاش عندك الحق في التغيير ملي كتبدا المنافسات. صانع الالعاب والمهاجم القناص اكبر المشاكل عند الكراكي. انا بالنسبه ليا هو ذاك اكبر المشاكل هو لا ريكوبيراسيون. دابا طونك سميتو المرابط كنشوفوه شحال كيتعذب افريقيا فما بالك في العالميه لان غير تلعب مع دي جور اكسبيريمونتي متعودين اموني على ذاك الضغط. واش دي برون غادي تقدر تقول لي غادي يحس بشي ضغط منين يكون فهمتي هما تيلقاو لي سباس في دي ماتش كلي ملي كتشوف كيفاش اللاعبين كيف بالنسبه لي انا المرابط خصو يكون جاهز وماشي غير المرابط اللي غادي تطلب منه يدير لك ريكوبيراسيون خصو يكون مع انوتر جور باش على الاقل لانه انا كنظن بان وليد الركراكي غادي يرجع لذاك السيستيم دو جو ديالو ماشي يرجع اللي كيلعب به هو ديجا هو ذاك يمنع لك وسط الميدان الدفاع ويلعب على المحاولات المضاده. وديع فاضل حتى قرب كاس العالم وضرتني رجلي واش كاين شي امكانيه نلعب؟ تقدر تلعب ما كاين حتى شي مشكله سي وديع. ليزيد كنبقاو نسمعوا بزاف ديال الهضره كنجيو عند السي فخر الدين كينقي لينا ودنينا مرحبا بك سي ليزيد.
كنت بحال اش كيسمع الهضره والله ما عرفت. وقال لك تجي هو يمكن لا شوف سميتو سيليازيد سيليازيد غير هو نسميو الامور بسميتها ما نعطيكش شي حاجه اللي اكثر من الجهد ديالنا وما نتشائموش وما نديروش ونمشيو نختاروا الوسطيه كتعطيها مقاده باش ما تجي هي ديموند نمشيو باش لا هو شوف ايمان ما نخليوش الناس فهمتي ما نكونوش عاوتاني ديك اللعيبه زعما انا راني هذا نقول لك حنا وغادي نديروا لا نمشيو بالنطاق ديال الكره كما قال منير بلا ليست بلا بليسور اللي عندنا بالمنتخبات اللي غنواجهو داكشي اللي كيبان لك لوجيك الله يرضي عليك وعاد غنخليو من بعد كنخليو كما قال منير نخليو واحد النسبه ديال الحظ ديما كنحطها انا دو كوتي ومخليها ان شاء الله ومازال نهضروا عليها ونقولوا علاش هو تيقول لي منير لي بليسور نقدر نقول انايا واش حنا ما نقدروش نستافدوا في البرومي ماتش ديالنا من ديك لا فريشور اللي عند الدراري ما لاعبينش بزاف وهما لاعبين فهمتي اش بنقول لك ولكن كما قال منير عاوتاني واش غادي تدوم حيت هي راه كترفع 20 مينوت ماتش واحد لان ملي كتدخلي في الماتشات بحال هادو تيولي الريتم طالع كتولي بحال دابا كل ماتش ملي كتلعبي كتضيعي فيه بزاف ديال ليفور كيوليو ماتشات متقاربين والنيفو ديالهم عالي فهمتي اش بنقول لك وكتولي الحسابات انا لاعب هنايا وكنتسنى الفرقه الاخرى وكنشوف الماتش كيفاش غادي يكون فهمتي وغيدوزوا على جوج وحنا في واحد المجموعه ان شاء الله واحد القضيه نذكر بها باقي واحد القوس مفتوح على الحاله ديال عبد الصمد الزلزولي باقي غير مؤكد واش باقي في الاصابه يعني ما لا في حاله تقال بانه راه فورفي مثلا بور لا كوب دي موند قدرت تبدل شي تغييرات اخرى وتسمع شي سميات اخرين فاحنا غير هادشي غير اللي قدامنا انا نعطيك فخر الدين الجاهزيه ديال هاد اللعابه من خلال المباريات اللي لعبوا في هاد الويكاند ياسين بونو 90 دقيقه منير المحمدي مريح لان البطوله السعوديه واقفه والمهدي بن عبيد لان الفتح ما لعباتش هاد لاسومان في الدفاع اشرف حكيمي ونصير مزراوي وعطيه الله وسايس وسامي مايي 90 دقيقه نايف اكرد اشرف داري 0 مينوت ما لعبوش وسط الميدان يحيى جبران 90 دقيقه الياس شاعر 90 دقيقه وكابيتان ديكيب امين حاري 90 دقيقه سفيان امرابط 24 دقيقه اللي لعب سليم املاح حميد الصابري 0 مينوت خط الهجوم الوحيد اللي لعب 90 دقيقه هو زكريا ابو خلال وريان مايي نسبيا ريان مايي لعب 88 دقيقه سجل جوج الاهداف وخرجوا المدرب منير حدادي 23 مينوت مع خطافي يوسف نصير 40 دقيقه حكيم زياش سفيان بوفال عبد الصمد الزلزولي عبد الرزاق حمد الله 0 مينوت بقاو ليا دوك لي ريزيرفيست سفيان رحيمي 87 دقيقة فهد موفي لعب 90 دقيقة وكابيتان ديكيب أيوب الكعبي لعب البارح وسجل ولكن الأسبوع اللي فات لعب 90 دقيقة وسجل وكان كابيتان ديكيب جواد ياميق 23 مينوت مع فالادوليد وليد شديرة لعب 90 دقيقة وسجل هدف كاين المعدل ديال دابا هادشي اللي كتقول فيه منير تيبقى غير مجرد ارقام ماشي ارقام ماشي ارقام داخله في اللعبه وداخله في الجاهزيه ديال اللاعبين وكل شيء ولكن حنا ما عندنا ما نخبيو هادشي شفناه وعشناه حنا ما هادشي اللي عطى الله منير اللاعبين اللي كتوفر عليهم يمكن منير دخلتي معاهم لاعبين ديال البطوله انايا كنضرب انه لاعبين ديال البطوله عندهم المكانه ديالهم بحال ملي كتقول جبران وعطيه الله ولا اللاعبين اللي لاعبين هنا حسب الحقيقه لي بوست اللي فيهم لا سي با زون بروبليم انا بالنسبه لي هضر معايا اللاعبين اللي كيلعبوا في البطولات الاوروبيه وهما اللي مؤخرا بعد ما انطلقت البطوله الاوروبيه شفنا الحضور ديال هاد اللاعبين منير في واحد الوقت من الاوقات في واحد الوقت شفناهم وكنا فرحانين وكنديروا تغيرات الامور لانك كتلعب معاه في مستوى عالي والغلط بالكبوط وعندك مدربين عندهم الاختيارات ديالهم بعض المرات كتجي عليك بعض المرات ما كتجيش هذا فهمتي اش بنقول لك حنا من بعد ما شفنا داري تقريبا في ذاك لو بوست تبارك الله وعجبنا وكان لعب ضد باريس سان جيرمان وذا فاذا به تيوقع في ذوك الاخطاء شويه المدرب تيجلسوا تي ما كيكونفوكيش وهادشي شي حاجه اللي هي عاديه في الاحتراف لانه حنا كنا قلنا هذا الوليد غايتعذب غادي يستافد انه مشيتي لواحد البطوله اللي ما فيها لا قلب هجوم ولا كتلعب بلا كرافات كيف كنقولوا حنا مرتاح مع راسك ما عندكش ضغط مشيتي لواحد البطوله اللي صعيبه وصعيبه بزاف
كتعتمد على القوه البدنيه، على التقنيات، على الوقفه ديال كيف كل مدرب. مشيتي لواحد الفريق اللي كل ماتش هو اللي غادي هو اللي غادي يسجل كيف كنقولوا حنا. هو بحال داك شي بوكسور اللي كيقول لك هو اللي كياخذ كيانكيسي الوغ كو هاد بريست هي اللي كتانكيسي وتبقى تانكيسي تانكيسي تانكيسي. في واحد الوقت الدفاع تيريب كيف كنقولوا حنا بهذه اللغه هذه. هذه معطيات غادي نقيدوها، ولكن نخلي انا دائما اموني على انه دابا ان شاء الله 15 يوم جو سي با كاين بعدا الماتش ديال هذا اللي غادي يكون فيه ديال جورجيا. شوف موني خلي ماتش جورجيا، جورجيا خلي غير بحال اللي كنقول لك شي حاجه اللي هي عاديه واكثر من عاديه. حنا اللي غادي نهضروا عليه ان شاء الله هو ديك لا ليست اللي غادي علينا ان شاء الله وليد، وكيفاش غادي تكون ديك ثم الذهاب الى قطر والوصول والتهيئ للمباراه الاولى. ويمكن هذيك المباراه الاولى تعطينا بزاف ديال الحقائق اللي حنا كتعيا ما تكلم ما كنبغيش انا نهضر لانه شي جربته وعشته. اللي ما عاش في كره القدم ولعبش وما دارش كيمشي كي بهذا الشيء ديال الستيلو ويمشي بالورقه ويمشي بالطابله ويمشي. الوركو هو الكره عودتني انا شخصيا نهضر على راسي، شفت فيها بزاف ديال الحوايج اللي ما كتوقعاش ما كتعرفها باش منفوخ. فوالا هادشي اللي كاين ما كتعرفش ما داخلاش في المنطق، ما داخلاش ليك في المنطق نهائيا منير. اذا ديما انا كان انا نعاود نقولها، ما كنامنش انا بلي بليسير وبالقوه ديال كرواتيا ولا ديال لا بلجيك ولا ديال كندا. انا نهار اللي مشينا مع ايرفي رونار وقيلا ما كاينش فينا اللي ما كانش متفائل. علاش؟ لان مشينا بواحد الفريق اللي كان كيلعب الكره، لعب ماتشات، مشينا مع مدرب اللي عنده كاريزما وعنده كيحكم في اللعابه ودير ما كيدخلش نامبورت كي. كنا فرحانين وكنقولوا هذا، ومشينا في واحد الوقت اللي لاسبان في النهايه ديال المشوار ديالها ديال اللاعبين، ومشينا في نهايه المشوار ديال اللاعبين ديال البرتغال اللي كانوا تا هما مدقدقين ماشي كاع البرتغال. اش درنا حنا؟ لا بليبار الغلط اللي وقع، وهذه تقدر تجبد التسجيلات. ما كاينش اللي ما كانش كيعيط لينا في راديو مارس وتيقول لنا كيهضر لينا على البرتغال وعلى الاسبان وكينساو ايران. وكنقول لهم اودي انا في الراديو تيقول لي السي فخر الدين واش حنا ايران غادي؟ اودي الله يهديكم، اودي الله يهديكم، الله يهديكم، الله يهديكم. في الاخر منين سالت الامور كلشي رجع عندنا وبدا كيقول لك اياه وعندك الحق. علاش؟ لانه هذيك ايران انت اللي كتقول هذا. بالعكس راه كيروش وفريق ايران عنده واحد القوه من غير البدنيه الذهنيه. كان جاي باغي يلعب معاك على اساس انت هو حاطك انت عاوتاني، هو مصنفك انت مع البرتغال والاسبان، انت ما صنفتيش. هو احترمك، هو عارفك بانك انت فريق اللي منتخب اللي قوي وداك الشيء. ما استصغرش، سجلات علينا كره اللي كانت توقع نابورت كي، ما قدرناش نرجعوا، بقينا هاجمين. كنا عندك فين ترجع ديك الساعه التعادل كان يقدر يكفينا. لا عطى الاربيط واحد شويه ديال الوقت، ولكن هذا ثم جا الماتش اللي حنا كنا كنقولوا يمكن غادي نتمرتوا فيه ديال الاسبان، درنا فيه جوج. وجا الماتش ديال البرتغال اللي قلنا كاع واقيلا مع رونالدو مع بيبي ومع هذا غادي درنا فيه غير واحد زيرو بزز هدف اللي ما عرفت واش مشروع ولا ما مشروعش. كانوا اخطاء تحكيميه في الفار لا في الاول في الثاني، وخرجنا واحد الخرجه اللي هي ما كانتش كتوقع معقوله. ما 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 كان المغرب في هذيك المجموعه يدوز، كان يقدر يدوز، كان غادي يخلق مشكل البرتغال والاسبان. كون دار غير انتصار، كون انتصر على سميتو كان دايز الحمد لله. اذا دابا باش نرجعوا لهنايا، اليوم عندنا منتخبات اللي هي مغيره على هاد الاسبان وعلى البرتغال. عندنا كرواتيا فيناليست، لاعبين ديالو كاينين بزاف اوروبا، لاعبين عندهم خبره. لا بلجيك ها انت شتي اجرت في لا كوب دي موند اللي شدات وكانت كتروازيام عرفت. ثم عندنا منتخب جديد ولكن قديم، باش عنده لاعبين تا هما متمرسين خدام تكتيكمون فيزيكمون، غادي يلعب معك بالقلم، غادي يدخلوا في الشيما هما بالتلفزيون بفيزيوناج بكل شيء، ما تيلعبوش هما، ما غاديش يجي يتخلفوا هما لي برومي في الجروب ديالهم الاحصائيات اللي فيها امريكان والمكسيك، ما غاديش يجي ويلعبوا معاك. هادو دابا كتدخل لواحد المنتخبات اللي كيلعبوا معاك بالتلفزيون بفيزيوناج، كيدخلوا فوالا احنا حكيمي هنايا مزراوي تيدرسوك كيف انت خصك انت تدرسهم باش كيعرفوا هذا. حنا كنخرجوا من واحد السيستيم ديال افريقيا اللي فيه ماتشات اليوم كيتلعبوا بالعشوائيه، لا بليبار ديال الماتشات اللي كنلعبوا حنايا
كنلعبوا مع خصوم راك شتي الله يحسن العوان ما كاين حتى شي حاجه. ميم هذيك كوب دافريك اللي كنمشيو ليها حتى هي مدقدقه ما فيها لا تيرانات لا لا طيلات لا والو. سكو في كنبقاو نتسناو احسن حاجه عندنا حنا تظاهره بالنسبه لينا حنا كمغرب هو المشاركه في لا كوب دي موند. اذا علاش كنخلي انايا هاد الفرق كاملين هاوي مجهدين اللي بغيتي تقول، ولكن حنا كنمشيو كنحضروا في واحد الملحمه اللي هي اي واحد فينا كتولي تلعب حتى لراسك انت كتقول انا كفخر الدين وانا دابا هنا حاضر نقدم مباراه مزيانه فهمتي اش بنقول لك، ارضيه مزيانه كلشي مزيان ما كاينش وحقك غادي تاخذو هذا هو اللي زوين. اللي زوين وهو انه بعدا كتهنى من ذاك ملي كتشوف غير ما يكونش بحال 2018 لا شوف هذيك البدايه كانت البدايه غرفه برا كاينه لي زاربيط راك شتيهم كيديرين راه ما كيصفروش على نابورتو كوا هذا لاعبين تبارك الله محترفين متعودين تاهم على ما كيوقفوش فهمتي اش بنقول لك. الصعيبه هي نهز بطوله كامله ديال اللاعبين المحليين ونديهم واحد لاكوب دي موند ويبداو يتسناو دي فوت اللي ما كاينينش يقدروا يتسناو دي ديال في السماء يقدر يخرج فيك اللاعب ضربه براسي ماركا طيح انت وتطوي تقول صاحبك صاحبك فوت فهمتي. هادشي الحمد لله سيس الى غيوقف تما عنده تجربه دار الى غيوقف ولا كرد ولا فهمتي هادشي اللي كاين. الى يمين جبتو ايرفي رونار عنده مباراه وديه مع كرواتيا واختار حتى ل 16 نهار 16 نهار 16 الاربعاء يعني واختار التوقيت ديال المباراه يكون مع الوحده يعني تقاربا مع الاوقات اللي غيكونوا كيلعبوا فيها لي ماتش ديال لاكوب دي موند الوحده ديالنا حنا هي ثلاثه في قطر دونك في هذا التوقيت نفس يعني التوقيت اللي غيكون في قال لك باش اللاعبين ديالو بالنسبه لي انا كرواتيا سعداتو لقى ماتش بهذا الحجم راه زوينه ليه ما كرهناش حنا كون لقينا حنا ماتش في هذا الشكل هذا بهذا الكاليبر بهذا لان السعوديه ما ساهلاش وحنا تعطلنا باش شي دابا بالنسبه لكرواتيا والسعوديه بحال غادي شي واحد غادي يتصرفق بلجيكا مع مصر شوف شي المباراه المباراه اي نتيجه فيها مزيانه اليوم بجوج مزيانه السعوديه ومزيانه الكرواتيا على اين حنا مواصلين الحديث مستمعينا الكرام في برنامج البطوله الساعه الثانيه باستوديوهاتنا ما تمشوش بعيد انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده فهم تحيه لكل الاصدقاء كل المتتبعين موعدنا معكم ان شاء الله عبر الرقم 0522 36 05 36 بدايه فخر الدين ماشي جوج وربع صافي قالها فخر الدين جوج وربع ان شاء الله مرحبا بكل الاصدقاء. سيمونير لكن شي اصلاح في دونور واش غادي يدار في هذه الفتره التوقف او غادي يبقاو حتى تستانف البطوله يعطيك الصحه والله الا مزيان توقفوا كيف العاده فكره مزيانه خصوصا ان الارضيه بدات تسوء نوعا ما يعني شهر شهر واش تكون اصلاحات والخدمه هنا لدار ولكن كاينين شي اخبار كيقولوا لك راه كاين اصلاحات في سطاد دونور هي راه خصها تكون نورمال ملي كيكون توقف عنده الحق هذا السيد والله العظيم مشكور لا غادي يخليوه حتى يبداو عاوتاني تيبداو الباط الماتش يقولوا الوداد سالي دبري راسك والرجاء سالي دبري راسك محنوم صح كيف العاده والدنيا هانيه. نعم اخي البعض يتكلم بالعاطفه ليس بالمنطق المنتخب اولا وقبل اي لاعب او فريق الله يحفظك سي مشرف ان شاء الله بالعزيمه بالنفس الحاره غادي نخلقوا المفاجاه تحمل مسؤوليه المنتخب فوق الجميع. واحد قال لي يا خويا منير عينا بهذه الاسعار وتقهرنا ما فكر فينا حتى شي واحد خويا حتى حنا راه مواطنين حنا بحالك ونتمناو خير ان شاء الله ولكن لنقاش هذه الاشياء هذه حنا كنهضروا يمكن في الكره الرياضه صفر حسين ان شاء الله كاينين حسين ان شاء الله بعد قليل كاين قنوات تبارك الله كاين ناقشوا انا بغي ناقش شوف كاين قنوات كاين ناقشوا هذا الشيء ما كاين حتى شي مشكل تنمرت سي فخر الدين والاخت ايمان والاخ بونير هذا ابراهيم تحيه لك سي ابراهيم. كرواتيا حطت لاعب واحد من الدوري الكرواتي في اللائحه الاوليه وديع فاضل لاعب واحد في اللائحه الاوليه ديال المنتخب الكرواتي وهو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود اللاعبين يا أخي اللي كاينين من الدوري الكرواتي تسعود اللاعبين اللي كاينين في اللائحة الأولية ديال المنتخب الكرواتي إن شاء الله بغيتي نعطوك الأسماء نعطوك الأسماء. حمزة البشاري هنا كيبان لي لاعبين المنتخب ناقصهم خبرة أمام المنتخبات العالمية باش نوليو ننافسوا على البطولات الكبرى وكانوا شي هادشي كيجي بين ليل ونهار باش تجيو تنافس سيني با فاسيل خاصك بزاف ديال ان شاء الله الى وصل واحد الوقت اللي يوليو عندنا اكثر من 50 60 محترف كتلعب 90 دقيقه وعندها المكانه ديالها لماذا ان شاء الله.
كاينين بعض الفرق اللي والمنتخبات اللي عندهم الكثره بزاف يعني في المحترفين واللي قادرين انهم يهزوا يعني الشخط ديال المنتخب ديالهم والقميص ديال المنتخب ديالهم. كيلقى يعني المدرب كاين اللي كيلقى مشكل انه كاين الكثره بزاف, وكاين مدربين اخرين اللي عندهم مشكل انه ما عندهم والو. دونك فين كتصنفينا حنا؟ سبقتك هذا هو السؤال انا كنت مزال سولتيها عارف انا شنو فين كنصنفو حنا؟ شنو هو الجواب ولا السؤال اللي قال؟ لا سؤال وجواب اللي قال. لا دابا هذا سؤال, انا ماشي سؤال باقي ما طرحتش السؤال, هو سبقني دابا هو طرح السؤال اللي انا بغيت نطرحه. توكلي على الله. هذا شنو اللي حنا كمنتخب فين كنصنفو راسنا في هذا علاش؟ هاد زعما واش اللي عنده الكثره ولا اللي باقي ما عنده داكشي اللي قسم الله فيه؟ السيد انا كنجاوب على قضيه قال لك انه امتى نقدروا ننافسوا عالميا. هذا هو السؤال ديال السيد, راه جاوبت. تنافس عالميا ماشي سهله, ماشي غادي تفيق في الصباح وتولي كتنافس عالميا. لان علاش؟ لان ديجا حنا كان مع منتخبات اللي تبارك الله وصلنا انبي عندها تاريخ. واش حنايا غنبقاو غنفيقوا الصباح ونقولوا فوقاش غنتنافسوا عالميا؟ راه خصك تبدا من هنا. هي لا غير بونس كيفاش غنقدروا واحد النهار نقولوا راه حنا كنتنافسوا عالميا؟ شنو هي لا غوسيت؟ عفاك عطينا لا غوسيت. راه قلتها قبيله انت ما فيكتي, راه كنا توصلوا على النونو عندنا حنا 60 80 100 120 وباش هادشي غنوصلوا ليه؟ باش تكون في اوروبا. شوف وكاين واحد النهار جابتها ونهار اللي غادي يمشيو ياخذوا ذاك القرار اللي هضرنا عليه انا ومنير على انهم يبداو يحبسوك وبدا التكوين ديالهم يقول لك ما باقيش تاخذ اللعاب غيولي عندنا مشكله. المهم غيولي عندك مشكله. بغيت نتكلم ولكن مثلا جابتها منير ماشي نعطيك نموذج ديال بلجيكا. نموذج ديال بلجيكا راه ماشي فاقوا الصباح ولاو هكا كيخرجوا اللعابه ولاو. راه في عام 2000 فاش انضمت بلجيكا وهولندا ديك الكاس اوروبا كانوا النتائج مخيبه للامال. ناضوا جلسوا السلام عليكم شنو غنديروا؟ شنو خصنا نجلسوا الارض ونشوفوا ونخططوا؟ بغينا نخططوا. عيطوا على واحد السيد سميتو ميشيل سابلون. ميشيل سابلون كان هو المساعد المدرب ديال منتخب بلجيكا اللي لعب معنا في 94. هذا عينوه مدير, وعندو بالماريس كبير في الاداره التقنيه وداك الشيء. عينوه مدير تقني قالوا ليه اختار الفريق اللي بغيتي بداو لينا التخطيط. قال لهم غنبداو على ورقه بيضاء, غنبداو ازيرو. هذا المنتخب اللي كاين دابا وهذا الشيء اللي جاي مورا ايفان داك الشيء ما شغليش, غنبدا انا من التحت. قال لهم عطيوني مرحله اولى ديال 3 سنين. مرحله اولى شنو غيدير فيها؟ مشى سيدي لي زونيفرسيتي الجامعات وشاف كاع دوك الاساتذه اللي عندهم ذاك البروفيل ديال كويريا سابقين والطلبه وداك الشيء. بداو كيديروا ابحاث. الدري الصغير ديال 5 سنين ديال 6 سنين شنو هي الوقت اللي خصو يدرب فيها؟ الدري الصغير ديال 5 سنين 6 سنين شنو يصلح ليه في البدايه ديالو؟ واش نلعبوا فوتبول 5 كونتر 5 ولا 6 ضد 6 ولا 7 ضد 7؟ الدري الصغير واش مزيان ليه تريني في الصباح ولا تريني في العشيه؟ لا دوز ديال عرفتي 3 سنين مدوزينهم غير في هذا الشيء باش يلقاو هذا الدري الصغير ديالهم البلجيكي اشنو الوصفه اللي غيعطيوه؟ ملي سالوا هذا الشيء جمعوا اون جينيراسيون ديال 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 اللعابه الصغار وبداوا في لا فورماسيون. اول كاتيجوري قال لك غيبدا فيها الحكميه او 17 وقال لهم غادي نوحدوا الخطه ديال اللعب من الكبار حتى للصغار. كل شيء غيولي يلعب 4-3-3 4-2 ما بقاتش صالحه لينا حنايا. الناس بركوا بداو هذا العام ولكن راه ريزولتا ماشي العام الجاي ولا العام اللي من بعد. حتى فرنسا 21 عام حتى فرنسا موني حتى فرنسا لا ميم شوز. حتى فرنسا كانوا داروا بحال هكا. اول ماتش ديالهم كلهم كيديروا هذا الشيء. اول ماتش ديالهم مع الاو 17 خسروا مع فرنسا ب7-1 قال لهم بلاتي راه يلاه بدينا العام الجاي غنربحوهم. ايوا خلاو خلاو ايوا هكاك غاديين. راه حتى هاد القضيه اللي كتقول انت ديال على المشروع ما تقدرش. لا هنا في المغرب مستحيل. انت غير ديريكتور تكنيك كنقولوا شكون هو المدرسه اللي خاصنا تنمشيو نجيبو. ما كدوزش 6 شهور ما كيبقاش ديريكتور تكنيك, كنجيبو واحد اخر عاوتاني وكنجيبو عاوتاني وكنجيبو. كيف حنا ما مستقنيش منير ما شادينش اش بغينا حيت حنا غير هادشي كاع اللي كتقول انت راه العالميه راه صعيبه باش تجي تخرج تخرج انت من شمال افريقيا وجنوب الصحراء وتوصل للعالميه. حيت هذه القضيه هذه ديجا اللي نقدروا نقولوا واحد النهار السنغال ماشي السنغال هو جنوب الصحراء وما جنوب الصحراء. علاش؟ حنا المنتخبات كتوفر على لاعبين اللي كيلعبوا في البطولات الاوروبيه وعندهم ديك البنيه وعندهم, ولكن باقي تا هما كينقصهم بزاف ديال الحوايج. ملي كنشوفوا المشاركات ديالهم
شفنا غانا كيفاش خرجت بعد ما كانت غادي تدوز دومي فينال الى عقلتي. هي في 2010 خرجت هكاك السنغال راحت البلد المنظم فرنسا ما كاينش اللي مرشحش خسرات في كارت فينال مع تركيا. فرنسا هي اللي دات شوف هادشي ما نهضروش عليه لان علاش النهار اللي نوليو بحال دابا كيما قلتي انت كنطبقوا هذه الخطه ديال ولا ديال 20 عام ديال 20 ديال 25 عام تما نقدروا ولكن انا نديروا واحد المقارنه. الله يجزيك بخير واحد النويطه تعجب في خردي من بين القرارات اللي قال لهم هذا السيد غديروها قال لهم حلوا البيبان للكشافين ديال الاوروبا لي سكاوت يجيو يشوفوا الدراري 13 عام 14 اللي شافتوا شي فرقات ديه تما فين خرج ايدينا زار 14 عام خرج الاخرين اشنا هو لوبجيكتيف السي صابلون قال لهم لوبجيكتيف هو من هنا واحد 10 سنين يوليو عندنا اللعابه كيلعبوا تشامبيونز ليغ لوروب احنا ان شاء الله ولكن بلاتي نخليوني نقول لكم ديروا واحد المقارنه مثلا دابا المنتخب ديال الفوتسال اييه ياك نقارنوا مثلا دابا هو داي جوج كؤوس ديال افريقيا كؤوس ديال العرب يعني بداك الشيء الكوكوت مينوت ياك ما عندناش تكوين فيه علاش دابا حنايا كتقولوا نتوما راه نتنافسوا مع البرازيل مع ولينا حنا مصنفين راسنا ديال المنتخب ديال الفوتسال مصنف راسو مع العالميه الوغ كو غير بداك الشيء اللي عندنا ولكن راه داكشي اللي لقينا دابا انت كتمشي بعيد دابا حنا لا ما باش غنمشي بعيد بغيت ندير مقارنه انا كاينش مقارنه الفوتا 11 مع الفوتا ديال الفوتسال ما كاينش مقارنه بعدا اولا واحد القضيه هاد الفوتسال اللي كتهضري عليه انت هو محدود فيه واحد دي سيليكسيون اللي هما كتجي افريقيا جنوب الصحراء معروفين وكتجي على الصعيد شمال افريقيا افريقيا والعرب ما تحكمش ما كاينش فهمتي شنو نقول لك المنافسه ثم كندوز لكاس العالم والاوروبا كاينين ثلاثه فرق منتخبات ولا اربعه اللي هما وهي حتى هاد الناس اللي كتهضري عليهم هما ماشي قدام كاع في الفوتسال فهمتي الفوتسال ما بغيتي تقول لي غراوند ناسيون قلال اما هاد اسبانيا بورتغال ارجنتين بريزيل ولكن راه حتى هما يعني منتخبات ما ندخلوش الفوتسال مع الفوتا 11 خلينا في الفوتا 11 لان الفوتا 11 صعيب وكيتطلب مجهودات وما محبوش على سبعه ولا سته اللعابه غيدخلوا ويخرجوا هو محسوب على واحد ليفيكتيف ديال 30 لعاب محسوب على بزاف ديال الحوايج على شيما تاكتيك اللي عند بزاف ديال الحوايج بزاف صعيب ناخذ واحد الفاصل ثم نعود لمواصله الحديث انتم دائما في الاستماع على برنامج البطوله على شاده اف ام ديروا واحد الاطلاله فخر الدين بسرعه بعد ما نقدم الرقم الهاتفي للتواصل معنا من الان 0522 36 05 36 نعاود 0522 36 05 36 بطوله القسم الثاني الدوره اللي تلعبات هذا الويكاند اللي داز واللي عرفات النتائج التاليه الوداد الفاسي فاز على الاتحاد الاسلامي الوجدي بواحد 0 شباب الاطلس خونا فرا خسروا مع نهضه الزمامره بواحد 0 يعني فيكتوار الميدان سطال المغربي فاز على الراك 1-0 سوفيا برشيد فازوا على الاتحاد الخميسه 2-0 شباب بن قرير ربحوا وداد تمارا 1-0 اولمبيك تشيرا الاتفاق المراكشي 0-0 ثم فوز سريع واتزم على رجاء بن ملال 1-0 وهزيمه لايسيس الجمعيه السلويه امام شباب المسيره 2-1 بالنسبه للترتيب فعقاب الدوره التاسعه نهضه الزمامره في المركز الاول 23 نقطه في المركز الثاني سوفيا برشيد 16 نقطه هو سريع واتزم المركز الرابع شباب بن قرير 15 نقطة، المركز الخامس اتفاق المراكشي وصطاد المغربي اولمبيك تشيرا 13 نقطة، المركز الثمانية شباب اطلس خنيفرة 12 نقطة، المركز التسعود الوداد الفاسي والراك ب 11 نقطة، المركز 11 شباب المسيرة اتحاد الخميسة الاتحاد الاسلامي الوجدي 9 نقاط، والمركز 14 الجمعية السلوية 8 نقاط، وداد تمارا ورجاء بن ملال في المركز 15 بسبعة ديال النقاط. شي ملاحظات شي ملاحظة عندي شباب المسيرة بدا كيصعد في صوف الترتيب صوف الترتيب وما نبقاوش ناكدوا عاوتاني نفس الهضره باش من ثم انتصار ديال الزمامره خارج الملعب خارج الميدان وهناك بعض الفروق بحال الاتفاق المراكشي كنت كان في البدايه ديالو كنت كنقول وقيلا غادي ينافس ولا حتى ساعه باقي شاد ينافس ولكن كتبقى في انتظار الخميسات خنيفرة واتزام برشيد تكلمت لك على الفروق اللي هي صاعده من القسم الوطني نازله من القسم الوطني الاول واش تقدر تفرض راسها في القسم الوطني الثاني عندها من الامكانيات باش هذا هو
الراي ديالي منير. الاتفاق المراكشي كنظن ولا دوك المشاكل ديال بدايه الموسم. احنا تكلمنا مع السي شراع وشرح لينا بزاف من بعد ما هضرنا راه كانوا شي الله يحسن العوان. هو كان قال لنا انه شي كيبغي الفلوس وتيبغي فهمتي. المهم راه فريق باقي شاب لحد الساعه. هذا بخصوص بطولات القسم الثاني. نمشيو ناخذوا معنا اول متصل السي مصطفى من اكادير. مرحبا السي مصطفى. عصام هذا معكم من اكادير. السي عصام معكم السي وبري. اهلا وسهلا السي عصام مرحبا. كابتن ولاباس عليك. درتي مراوغه للحمزه قلتي ليه مصطفى. ما سمعتش مزيان. ما كاين مشكل تفضل السي عصام. كيداير بخير؟ الله يحفظك بارك الله فيك. ولا لا ايمان كيداير بزاف؟ الحمد لله. عصام ولا مصطفى دابا ما عرفتش اش غنقول لك. عصام الحمد لله الله يبارك فيك. جات شي كادو من امريكان ولا والو؟ واش دابا جيتي تسول ولا جيت تدير لي انت واش جا ولا هذا؟ تهضر هضر قول لنا اش باغي تقول. باش الناس 37 38 ايوا هذاك هو المشكل. جيب لها انت شي قراءه ديال الاركان 38 ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا. شكرا الله سي عصام. واحد المقترح اذا كان ممكن. اييه على حسب مرة نديرو شي على حسب المهن اللي تابعين للكرة تكون دوك المهن اللي كيكونوا بحال سميتو بحال المدرب كي كتكون المسار المهني إلا بغيتي تشد الدبلوم الناس باش يعرفوا مدرب. نجيبو شي مدرب يقول لك كيفاش خصك دير. لا غير سميتو بالنسبة للمسار المهني. إوا المسار المهني غير باش يعرفوا فين كتقرا فين غادي تدوز فين ما عندك. ها هو انا حداك الحمد لله. بغيتي شي حاجه قول لي نقول لك اش خصك دير. بغيتي شي حاجه على المدرب. مدرب ولا ها هو ها هو قول لي انت المسار ديال المدرب. الطريقه باش تكون كتبدا من ليسونس اللي كاينين اللي خرجاتهم دابا الجامعه وهو انه من السي والبي وانت غادي وكل مره كتخدم. اللي مهم فهادشي كله هو الاشتغال بالنسبه للمدرب يكون عنده فئات صغرى. احسن مدرب يستافد هو داك اللي كيشتغل مع الفئه الصغرى وكيدير لي ديبلوم ديالو وكيبقى وكيدوز الهوات وكيدوز للدوزيام ديفيزيون. هذاك سوا سور سيرتا واخا انا ما عنديش ما ناكدش عليك 100% يقدر 60 70% تينجح لانه كيضرب تماره تيعرف الصغار كيدوز الهوات يدوز للدوزيام ديفيزيون كيبقى يشتغل تدريجيا. المشكل عند من كيكون داك اللي من فعاود يبدا من التحت كيجي من الفوق هذاك هو اللي كيتعذب شويه. ايوا وعلى حسب لي ليسونس شحال كيكون فيها من لي ليسونس راك شتي كتمشي دوز راك شتي في معموره كاين اللي كيدير دي زيتاب كيدخلوا بحال دابا اسبوع ويغبروا ويدخلوا الشهر الجاي اسبوع وغادي هكا على حسب لي موديول على حسب الموديول ذاك اللي غادي تدوز. ولكن واش اسبوع غادي يقد؟ ودابا ماشي اسبوع هو كل كيدخلوا اسبوع وتيخرجوا. هي كتكون على فورماسيون. لا كتبقى غادي حتى كيجي ليكزامان امتحان ان شاء الله ومن بعد كي يجري عليك الرئيس. هادشي لا دخلك هذا ما كتقراش هذا ما كتقراش على العون قضائي حتى هو ما كيكونش عندك في الامتحان. لا هذا كتقرا الاكسبيريونس هذا ايوا هذيك الاكسبيريونس المهم العون قضائي والعاب يقدروا يغضبوا عليك وتقدر ما تشكيله وهادشي كله ما كتقراش هادشي كيبقى بوحدو ويقدر يجيب النتائج ويقول لك مولع أيه. ما عرفتيش. لا ماشي هكاك ما عجباتوش الفرقه هو. تبارك الله عليك السي عصام. تبارك الله عليك. تحياتي السي عصام. البارسا ايت المدن قال لك كون لا فورماسيون دي جون فوتبولور بلج سو في بار لو جو شي نو مالوغوزمون سي كورير اوتور دو تيران سوا بار مانك دو ماتيريال اي سورتو لانكومبيتونس دي زيدوكاتور. هذه الفئه اللي هضر عليها هو العمريه سي محمد. انا متفق معاه انه في اغلب الاوقات هادو ما كيخصكش تبقى تجري بهم تيخصهم يتوشيو البالون بزاف من 7 سنين 8 سنين 9 سنين وانت غادي بيخصوا البالون لعاب هذاك لو كونتاكت مع البالون كيكون مهم. البالون كيخصو يبقى يتوشي لو بالون يتوشي ماكسيموم ماشي لو بالون ديال السينيور وحتى 13 14 عام لي جو ريدوي كيبقى شوف دخلوه في البالون كيبقى الفيزيك ما بن هذاك الوليد ما عندك ما غادير ليه فيزيك ما وراه ديجا تبارك الله مزيان كتخدم به غير شويه تسخينات بالبالون هذوك اللي كاين البالون ماكسيموم البالون هذا هو اللي كاين. خويا منير واش اخبارك؟ مانويل نوير كان مريض فيه السرطان الجلد واليوم هو رقم واحد في المنتخب الالماني هذا فؤاد من دوسلدورف. والله خويا ما فراسي انا دوزت خبر ديال عنده السرطان قلت انا السيد راه حسب المعايير المغربيه قلت السيد راه فورفي لا كوب دي موند واش ما عرفتش. سي عبد الله من اكادير مرحبا سي عبد الله.
مرحبا سيموني، لاباس عليك. الله يبارك فيك السي عبد الله، بارك الله فيك. كيداير سي فخر الدين؟ الله يبارك فيك السي عبد الله. والاخت ايمان لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك، شكرا لك. الحمد لله. سيدي بغيت انا نشارك نقول لكم، اولا سي فخر الدين كانت نتمنى تجاوبني بصراحه، ديما كنسمع كيقولوا الناس الكره ديال دابا زوينه والكره ديال بكري كتمشي 5 في الساعه وداك الشيء، ولكن شفت الكره ديال دابا ما فيها داك الشيء. كيف الكره ديال بكري؟ الكره ديال بكري كتفو مثلا على 40 متر 30 متر 35 متر ومازال الكره متحركه وكيكثروا الاهداف. من هو بحال دابا ملي كتقول بكري بحال اش لادات اللي عندك انت؟ ملي قلت الثمانينات هي بالعكس بالعكس. ها هما دابا ها هما شوف السي عبد الله، نعم هاد القضيه تيقولوا انا ما نمشيش معك، ما انا ما نطرحش، انا غادي نمشي معك غير على حساب السؤال ديالك وداك الشيء اللي بغيتي، اما يقولوا ولا ما يقولوش انا داك الشيء ما كنتصنتش ليه. غير هو هاد الكوري كدر ديال الثمانينات وداك الشيء دابا ملي كتشعل بعض القنوات وكترجع لكوب دي موند اللي دازات وكتشوف الماتشات اللي كانوا وشوف اللعابه وشوف الاهداف اللي كانت كتسجل، الا شفتي على واحد الماتش ديال المنتخب الايطالي مع البرازيلي في 82 ديال باولو روسي، عاود هذاك الماتش وحطوه مع ماتشات دازو ديرنيرمون في لاكوب دي موند وشوف واش هذيك الكره كتمشي باربعه في الساعه ولا خمسه في الساعه. فهمتي شنو قلت لها باولو روسي؟ حيت هاد بولي، شوف حيت هاد بولي دابا اللي هو احسن جوار في العالم واللي في اي محفل تيكون حاضر ومني كيمرض كتسيق ليه الخبار ومني كيكون هذا وذاك مارادونا تا هو اللي مات وواحد عدد كبير ديال اللاعبين وهذوك اللي كيحضروا في التيراج وصور ديال لاكوب دي موند وديال لاكوب دوروب راه ما كيجوش يحطوهم تما في سبيل الله. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ نعم خويا، نعم السي عبد الله. ما تقصد انا الكره العالميه غير الكره ديالنا كنت نسمع دابا. راه هضرت معاك دابا انا هضرت معاك دابا ملي كتقول لي العالميه، انا ماشي عطيتك اكزومبل، راه حتى هذه اللي كتهضر عليها انت ديال دابا راه اللي تفرج في فراس وتفرج في في في, في بابا وتفرج في عقسبي وتفرج في بالمحجوب الله يرحمه وتفرج العربي بمبارك ما كانوش كيسميوه لا بيرل انوار فاسي عطوها لي هذاك بالمحجوب ما تعطاتوش كلمه البرانس فابور عقسبي الله يطول لي عمره فرنسا مالاكا باقي الان كيتعرض هنا لاعبين اللي دازوا الرجل ديال تيمومي ديك الكوشيه ذهب دولمي الله يرحمه شوف بلادي نفسر لك. لا انا كنهضر على استغلال الفرص حيت اللاعبين ديال بكري ثاني انت دابا كتصنع كره عاليه ضربه عاليه وهدف اذا دلا كتدي الكره مثلا قدام ثلاثه اللاعبين جوج اللاعبين كيضرب هذا الفوق ولا قال لك غير ما كينتظر الكره واش كينتظر اللي تطيح عليها ثمره الدراري ديال بكري كيستغلوا الكره ديال دابا لا واخا كيكونوا غير عبد الله ما بقاش تمحر راسك دابا كتغمر على داك الشيء ديال بكري والله ما كنبغي نسمع هذا دراري ديال بكري والدراري ديال دابا والدراري ديال سميتو حنا كاع دراري تتعاخلنا على الله وصافي سير توكل على الله سي عبد الله لا تقلق سبحان الله العظيم الا جينا دابا نقولوا مثلا كاين شي لاعب كيسمع والو نتايا بغيتي متشبت ما بغاش يتفك غير انت وناظر شنو كيسمع هو قال لك وناظر شوف هو دابا بغيتي تقارني انا غادي نقول لك كنمشي ب 4 في الساعه لا يعني كنقول لك حي الجمهور اللي كيخدم واش هنا الجمهور ما عرفتش علاش كتهضر الجمهور شوف الجمهور اللي تفرج وكيعرف راه كيعرف انك حنا كنجريو الا كاين كثر شي حاجه من داك الجري الله اعلم حنا داك الشيء اللي عطانا الله راه كنا كنجريو به ديك اللعيب ديال دابا يدير غير شي حركه كيقول له مارادونا كيقول له نيمار كيقول له ايوا ما عندك ما دير الساعة شوف دابا هذا عمل شوف العالم تغير دابا ولا شوف دابا لي فيديو دابا شوف دابا العالم تغير راه ما تجري ديك الوقيته ما كاين والو كتشعل تيليفزيون كاين جوج قنوات اش من جوج واقيلا كاع ما جات الخلاف وحده عاد عاد ولا جوج العالم الرياضي كنت كنشارك فيه راه كنت كنمشي لي الرباط مع السي سعيد زادوق والحمار واحد عدد كبير ديال راه ما كانش اليوم دابا راك شوف اليوم شعل التليفون في ما مشيتي تمشي شي بحال دابا شي ريستورون يعطوك تبصيل تبان فيه انت في التبصيل خدام يعطوك شريتي خبزه كتبان في خبزه فهمتي تبارك الله وصلنا عندي اللي شريتها يبان لك فيها الاخبار عاد السي عبد الله عصبر شحال من عام السي عبد الله شحال من عام عندك شحال من عام شحال من عام عندك شحال من عام السي عبد الله شحال من عام عندك سيدي 53 واه تبارك الله باقي صغير سيمونيز تكلم السي نعم السي عبد الله
كنتمنى ان شاء الله شي مره تذكروا لينا دوك الصحفيين القدام تسولوا عليهم بحال السي محمد الحمار وخي بابا وخي بابا داز معنا خي بابا كان معنا خي بابا تواصل معاه السي محمد الحمار كنت سي محمد الحمار كنت تواصلت معاه هنا واحد النهار فاش كان ضيف عندنا شحال هذه الحسين الحياني قول لي السيفا خذ ديما تسمع عندنا شي مدرسة مثلا جاك تعليق قرية ديال لا خلينا تحياتي السي عبد الله تهلا في راسك شكرا شكرا السي عبد الله باش المستمعين عاوتاني ما يتقلقوش ما كانش قديم واحد التعليق عند عبد المجيد حكم ماله عاوتاني قال لك رئيس الجامعة كيفرق الدبلومات على المدربين ورئيس العصبة كيدوز لهم ستاج فرقته كل سيمانة مدرب هذا هو الاحتراف زوينة هذه فكرة فيها مزيانة هذه والله العظيم إلا عمل مشترك وكون غير يوسع النشاط ماشي غير على رئيس العصبة راه كاين رؤساء آخرين عمل مشترك حتى هما مزيان ياخذوا شوف حنا ما قلناش شي حاجة لكل ذي حق حقارة تكلمنا في الموضوع والسلام عليكم كون كانت كرة القدم علم ثابت بحال الرياضيات مثلا كاع ما غتشوف مفاجآت بحال انتصار فرق صغيرة على كبيرة راه الكرة كانت كتآمن فقط بالعطاء وليس بالأسماء السي المهدي مجاد يمكن حيت ملي هضرنا على ذاك العلم والتخطيط وذاك الشيء شوف الحظ كيكون معاك ملي كتكون خدم ملي كتخدم انت ما تقارنش هادشي اللي قلتي لي انت ديال الفورماسيون ضروري شي حاجه اللي ما خدمتيهاش كتبقى لو كوتي اللي كنا كنهضروا عليه انا وياك هما الماتشات هادوك هي تقدر تكون فيهم ما فيهمش علم الرياضيات وذاك الشيء صافي اما الشيء الاخر منير خاصك تخدم الا ما خدمتيش ما توصلش انا مازال بانزل باقيين بعد على ذاك الشيء رحم الله من عرف قدره أيه. المنتخب المغربي في التصنيف الثاني افريقيا وراء نيجيريا ومصر كنظن في التصنيف في التصنيف الثاني وافريقيا في المشهد العالمي مصنفه ثالثه وراء قاره اوروبا واسيا كنظن وراء اوروبا وامريكا يعني فاش نطلعوا بعدا من افريقيا عاد نطمعوا نطلعوا عالميا مرحبا ان شاء الله كاين شي اشكال ان شاء الله احنا في المركز 22 عالميا راه شويه وانا وصلنا في 98 10 كاع حلاوه الكره في مفاجاتها بين الفينه والاخرى اييه حتى واحد ما قال العكس حتى هي كاينه حتى هي كاينه كنشاطك الراي السلام عليكم اخو منير تحيه طيبه للسي فخر الدين والاخت ايمان في الوقت الحالي مع اقتراب هذا العرس الكروي يجب علينا تشجيع المنتخب مساندته ثقتنا كبيره في وليد المجموعه اللي اختارها اتمنى لكم التوفيق شكرا لك احنا بور لانستون ما يمكنش شي واحد يناقش شتي حتى الاختيارات ديال وليد ما يمكنش لك تمشي ونبقاو حنا بحال دابا المجموعه غاديه وانت باقي هنا كتقول لا هذا ما خصوش يمشي هذا خصو راك عارف المراحل اللي كنمشيو كندوزو منها راه كنقولوا فريق درناها فيما كتخرج كتمشي اللائحه الاوليه كنهضروا على اللي موجود كنهضروا على شنو لا منير لا 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 تصنتيه حنا بدانا بالمرحله الاولى اللي غادي يختار وليد المجموعه اللي غيختار هي اللي غادي تهضر عليها لا انا مشيت معكم المراحل قبل بعدا ما يعلن على اللائحه قبل كنناقشوا كتقول فرد الدين هذا اللعاب هذا التنافسيه الجاهزيه داكشي اللي كيبان لك لوجيك كتخرج 26 صافي كتولي تهضر على ديك 26 اللي خرجات تقدر النهار الاول تناقش تقول هذا الاختيار هذا وهذا لا بدا النهار الاول ملي كتمشي كتسافر الفرقه ولا غادي كتولي تهضر على الماتشات ما يمكنش انا غدا غنلعب مع كرواتيا وباقي كنهضر على ما جاش فلان فلان علاش ما كاينش راه ما يمكنش كتهضر على اللي كاينين اللي كاين وليست فينال راه خصها تكون نورمالمون هاد الايام ياك وليد الركراكي في التصريح ديالو في الخرجه الاعلاميه ديالو قال لك غادي تعلن ما بين 8 و 11 8 حنا هو اليوم يمكن غدا غدا ولا بعد ولا المهم في 3 ايام 11 ونص 12 الله ربي وانت وزهرك روسي ماروك لا لوجيك اسمع لا لوجيك ماروك كندا جوج لجوج ماروك كرواتيا المغرب واحد كرواتيا ثلاثة والمغرب جوج بلجيكا أربعة لا فيكسيون دابا لا لوجيك هي اللي عطا لا فيكسيون هي ماروك كندا ماروك دو كرواتيا أن ماروك أن كندا جوج ماروك تروا لا بلجيك جوج تخمينات هادو مزيانة لا فيكسيون هادو التخمينات مشيو عند سي نور الدين من فرنسا مرحبا بك سي نور الدين الو السلام عليكم وعليكم السلام سي نور الدين منير سي فخر الدين والاخت شكرا لك سي نور الدين شي واحد كيهضر حداك لا حنايا اللي كنهضروا حنايا اللي كنهضروا غير نقص لينا نقص لينا حنايا اللي كنهضروا كيفاش حنا كنهضروا صوتك كيتسمع دابا في الميديا مشينا عندو فرنسا نقصنا سي نور الدين لا نقص الصوت ديال الجهاز اللي كتستمع لينا منه الو سي نور الدين
سي نور الدين، سي نور الدين حاول عافاك السي حمزه عافاك غير قول ليه ينقص شويه باش يقدر لنا، وكاين ان ديكالاج باش حتى المستمعين ما نمحنوهمش معنا في الاستماع. اخي منير، هل المنتخب الاسباني قادر على الفوز بكاس العالم؟ محمد العودات عنده ديجون دابا طبعا مع انريكي جامع فريقه، وكاينوش فرقه ديال شوف جامع فرقه ماشي جواش نشوف حيت ما تكلفاش فاسيلمون مقدمين دابا، وهذه الخدمه يمكن تكلمنا عليها انا وياك العام اللي فات شحال هذه باش هو كيتعدم نهار اللي بدل تقريبا شحال 80% ولا 90% غير من الجلد ديالو ولعب 17-18 دابا جاب هذوك 17-18 صافي راه كبروا ما كيبقاوش سميتهم 17 هما سيرتو كيلعبوا في الدوري الاسباني وكيلعبوا في هذا، اذا فرقه هادو باش كتخاف منهم من غير التكنيك وهذا فيزيكمون تيكونوا ابط تيبقى يجري معك حتى الصباح ما عندوش مشكل وفاء. التصويب والانتقاد قبل كأس العالم ليس تشويش، أما البكاء وراء الميت فهو خسارة. أنا متفق معك السي هشام الحلا، هذا الشيء اللي كاين اللي كاين راه كاين. غير الله يرضي عليك شوف يمكن دابا غادي يكونوا بزاف ديال القنوات ويكونوا بزاف ديال التدخلات إيه مرحبا كل واحد عرفت كل واحد كي حنا ما غاديش بحال دابا هذا الا هضر ولا هذا اللي هضر حنا ما كنتحملوش حنا المسؤوليه. لا انا عاتبني انا وياكم منير وايمان على الوقيته اللي نكونوا حنا بحال دابا قلنا شي حاجه اللي كتحملوا حنا مسؤوليتها. حنا بور لانستون ليكيب ناسيونال وي كنتسناو دابا الاختيارات ابري عاد غادي نتكلموا على ليفيكتيف اللي ولا اللي غيدي ثم غادي نبداو حيت هادشي راه كيمشي تدريجي بنادم تيسحب راسك تبقى تهضر بحال دابا انت هنا وباقي مازال لا كتمشي تدريجي شاكي طاب عندها لغه ديالها فهمتي اش بنقول لك شاكي طاب عندها لغه ديالها هو اللي تكلمنا فيه قبيلانيت كل مرحله كتناقش هذا حيت مثلا بقى 24 ساعه ولا يومين على كرواتيا غتبدا تهضر على اخر حصه تدريبيه كيفاش كيفاش غتبدا تهضر 11 اللي واجده يعني واحد النقطه هضر عليها فخر الدين واخا تمشي بهاد اللائحه زعما الفينال كيوقعوا لك يعني في لي زونترينمون كيوقعوا لك يعني دي فيستور اللي ما كتعرفش شنو هادي من النقط المهمه ربي اشكي. نمشيو معنا عند سي خالد. خالد من كازا، مرحبا سي خالد. سي خالد سي خالد الريزو سي خالد من الدار البيضاء. لا راه ماشي هو ماشي هو ماشي هو ماشي هو ماشي لا فرنسا لا الدار البيضاء لا الالمان. ابو ياسين الودادي لغه الخشب، عطينا خويا لغه الحديد الله يرحم باك الا جاتك هذه لغه علاش لغه الخشب؟ ما عجباتوش هاد الهضره علاش لغه الخشب؟ لا شوف شرح لينا شرح لينا انا كنقول لك شحال من مره ملي تبغي تقرا قراني لنا شي حاجه اجيبي ولكن ملي كتجبدني خليني نجاوب هاد الوليد. لغه الخشب ما معنى لغه الخشب؟ لغه الخشب ما معنى لغه الخشب؟ زعما شوف ما معنى لغه الخشب؟ لغه الخشب يمكن هو كينتظر منك اليوم على المغرب تهضر بطريقه اللي هي احنا وحنا وكرواتيا وبلجيكا وحنا وبوغبا وبوغبا ولا ما عرفتي قلتي انت ما انت انا كنهضر معك باللغه ديال الكره كاين اللغه ديال الكره الشوفه ديال الكره راه هي عند المدربين وعند اللعابه اللي يلعبوا الكره لغه خشب كون كانت عندنا حنا لغه خشب هنا كاع ما يلقاني انا جالس في الراديو راني شحال هادي انا راه كنا موظف سامي في الجامعه عندي شي حاجه اللي ما عندش كره كنتختار نهارية ونهار ندرب اليوم هذه الفرقة وغدا ندرب فرقة أخرى لغة الخشب هذه اللغة كتقولها فقتي دابا لغة الخشب شرح لي شرح لينا أنت شنو فهمتي في هذه اللغة دابا كنسمع دابا حنا المشكل اللي عندنا هو كتفيق في الصباح كتسمع أنت شي كلمة شي كلمة كتسمعها كتبقى تكونسوميها ما كتعرفهاش أنت عا قلتيها هي هذه دابا كتبقى تسمع تيلمو في الراديو ولغة الخشب لغة كنجي كندير لغة الخشب بشحال كيلو تشفنش ولغه الخشب هذه كنولي ندخل لغه الخشب في المرقه في البحر مصيف غادي نسافر لغه الخشب. حمزه ما صدقاتش مع فرنسا ما صدقاتش كازا نمشيو للشاون يلاه زيد نمشيو عند السي محمد في الشاون. مرحبا بك السي محمد. مساء الخير السي منير تحياتي لك والاخ فخر الدين والاخ الله يبارك فيك الله يحفظك السي محمد. السي محمد الله يحفظك. انا استطاع التفاعل معكم قبيله كنتو كتهضروا على التركيبة البشرية وقلت باللي صعيب علينا نجمعوا 53 لاعب ولا نجمعوا 50 لاعب في المنتخب. اييه وشوف هو اللي زاد صعب هذه القضية سي منير هو المنتج المحلي ضعاف واللي زاد ضعفه أكثر هو اختبار ديال قطر ديال البطولة العربية لأن هذاك المطلب ديال الجماهير ديال اللاعب محلي لاعب محلي منين مشينا لقطر
فشلنا في اول اختبار تما شويه رجعنا للور. وهذاك فشل زعما؟ نعم هذاك فشل. كان فشل يعني واخا يلا حيت بالنسبه لي كان فشل اللي سميتو اللي ما وقعش اللي وقع في اللعبه. وبالنسبه للمدربين هو ثق بيا سيمونير لو كان ماشي هذا الموديل ديال وليد الركراكي خرج لينا من الجيم كنا غادي نشوفوا مده المدرب منتخب محلي الايطالي الوطني يكون كيدرب منتخب. علاش؟ البروجي اللي كان مع عموتا كان هو المدرب ديال المستقبل ديال المنتخب. جابوه عطاوه المنتخب المحلي راه منين فشل راه كان فشل واحد الفشل اللي كان غيكون عند واحد الابعاد بزاف. بان هذا الموديل ديال وليد الركراكي راه كاين صعاب علينا وكان ماشي هذا الموديل ديال وليد الركراكي. اذا ملي كتهضر معايا هكا اذا ما كان لا بروجي لا والو. لا هو كان بروجي ديال عموتا ولكن كان غير الاختيارات هكاك جات تصادفات مع بعضياتها. حيت كون كان بروجي غتبقى شاد في المبادئ ديال المشروع ديالك انت. لا ولكن هو شوف ولكن عاوتاني باش نفهموا واحد القضيه. البروجي راه كيكون عنده اختبارات كتوصل واحد الاختبار كنعطيوك ما يمكنش نديرو البروجي انت 100 عام وغنديروك معنا وانت معنا. انت مدرب كنتي كدرب الوداد دي في القاب بان باللي مزيان جيتي عطيناك اختبار فشلتي. هذا هو البروجي زعما ما نكذبوش على راسنا ما نقولوش غادي يفشل. نمشي معاك بعيد ان لا قدر الله السيناريو ديال الوالد الركراكي هذا البروفيل ديال الوالد الركراكي هو البروفيل المتكامل واللي فيه جميع المعطيات ديال انه يكون مدرب ديال المنتخب الوطني. فشل ديال الوالد الركراكي لا قدر الله هادشي اللي ما كنتمناوش حنا غير هذا غير كاحتمال غادي يصعب علينا نشوفوا مدرب مغربي كيدرب المنتخب. السي محمد وي السي فهد راه حتى الوالد الركراكي ما كانش هو المدرب ديال المنتخب الوطني. ما كانش ولكن بان فجأة. لا ماشي بان فجأة حيت بنت نمشي معك انا تدريجيا راه داروا كانوا يعني اختيارات اجنبيه كاين واحد المدرب كاع اللي كان صافي تسمع كاع وقيله كاع غادي غير هو المشكل اللي كان مطروح هو اختيار وليد الركراكي كمساعد باش يتبريبارا كيف قلتي انت على هذا داكشي. علاش هو وليد الركراكي فخر الدين جمع كل شيء جمع ما بين الشباب ما بين انه لعب في اوروبا ما بين انه يعني بحال بغيت تقول واحد البروفيل لا 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 هو كنت مع هذا الشيء ما غاديش يكون الاختيار نهار الاول كان غادي يمشي واحد ويدار وليد الركراكي. هنا غادي نقول لك انا بانه كان الاختيار بانه على اساس يكون وليد غير باش نعطيو الامور نمشيو تدريجيا. هو عاوتاني باش نفهموا على واحد القضيه هو انه فوزي القجاع من بعد الاخفاقات الكثيره ديال المنتخبات وهذا واقع ما كانش يقدر يدخل فريهان مع الجمهور ومع الشارع المغربي باختيار من غير وليد الركراكي. اخفاقات ديال اش؟ اخفاقات ديال هذه الكيسه اللي دينا في لا هي الوحيد حيت واحد راه ما كانش سميتو واحد راه فخر الدين ملي كنقولوا الاخفاق ديال فوزي القجع. فوزي القجع من نهار جا لدابا ما دات علاقه مع المنتخب الوطني اللقب اللي خصو يديه ولا كاس افريقيا كنهضروا على دابا انت وانا السي محمد والجمهور اللي هذا حنا عارفين هذه القضيه. حنا الهدف المنشود ديال الجامعه على حساب داك الشيء اللي كتخسر وعلى حساب الامكانيات كتوفر عليها اللقب اللي خصنا في الخزينه ديالنا وعلى حساب ديك لي جوار اللي كنا كنتوفروا عليهم تمني كان ايرفي رونار وما كانش الحظ فهذا هو اللقب اللي كان خاصنا. حتى علاش قلت لك انا الاختيار ديال وليد الركراكي فوز ديال القجع ما كانش يقدر يدخل في واحد الرهان ما ضامنش النتيجه. حيت ما بقاش عندك الوقت يختار مدرب من غير الركراكي لان الركراكي كان مطلب شعبي. لا ماشي مطلب شعبي حتى الجامعه كان عندها اتجاه ولكن هذاك الاتجاه ما نجحش. هذا هو اللي كان كل قوم مدرب اللي قابل على انه الامور تمشي كيف بغاو هما كان غادي كنتي غادي تشوف مدرب اجنبي. شكرا لك سي محمد تحيه للسي شكرا لك سي محمد بسرعه الفخر الدين. نعم خويا بسرعه نعم خويا انت لعب في بلادك ما نسميلكش في الفريق عطيني غير رايك. لعب في بلادك متعادل 0-0 لعب 4-3-3 دقيقه 70 كتخرج مهاجم كتدخل لاعب وسط كتولي لاعب 4-4-2 واش نظرك بالنسبه لك في الكره هذا روجيك مع من ما فهمتش انا كيفاش عطيتينا ديك الوداد متعادله مع تورقه خرجنا بوهره ودخلنا حيموت ولينا لاعبين ب 4-4-2 علاش ما نحيدوش الجعدي ندخلوا حداد ولينا لاعبين 4-2-4 السي محمد وي انت غتسمع ان شاء الله من بعد ما شكرا لك انا غادي نجاوبك دابا. شكرا سي محمد شكرا لك خويا سي محمد ناخذ غير الفاصل عند حمزه ونرجعوا وجاوب سي محمد من الشاون. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام الجواب مع السي فخر الدين على صديقنا السي محمد الشاوي. لا هو تيتكلم على الماتش الاخراني ديال تورقه الوداد وتورقه يمكن الى شتي المباراه منير مباراه فيها بزاف ديال المحاولات لفريق الوداد كنا تكلمنا عليها
تورقه ما كانش يعني حاضر بحال في المباريات اخرى اللي كان لعب. انا قلتها البارح والبارح راه كان هدف واحد كان يقدر يقلب الموازين ديال المباراه. وتحت تورقه اختار انه هو حتى واحد ما غادي يقدر يناقش ديك الساعه عموته، غادي تناقشوا بواحد في حاجه محدوده. اما دابا داك التعادل خلى جمهور ديال فريق الوداد وهذا كيتسائل على التغييرات على هذا، وهذه شي حاجه اللي عاديه كتوقع للمدربين. اما هو الكونتوني ديال الماتش ملي كتفرج فيه مزيان راه فيه بزاف ديال المحاولات ما تستغلتش ما تسجلتش، واي محاوله من هذوك كنت ماركات كتقلب الكريتيك على لونترينور. حيت دابا النتائج هي صديقه المدرب. كاين واحد لو ديطاي ديال شي حوايج شي تصريحات اللي كتخرج عند الجمهور وكيبقى كتدخل ليه الشك وكتبقى عليها الهضره بزاف. كانوا جوج ديال التصريحات، يحيى جبران سولوا على ضربه جزاء قال لهم كان الاختيار ديال المدرب سي عموته قال لهم راه جبران هو اللي خلاها. هذه شويه صعيبه، ردوا البال شويه. صعيبه هذه صعيبه، لان الجمهور كيكونسومي هذا الشيء. بيان سور ما خصكش هذا الشيء. انا راه جاتي انا تفاجات انا تفاجات انا ملي سمعت انا عموته وسمعت ما بغيتش كاع نطرق ليها وسمعت جبران لقيت بان كاين هناك شويه الاختلاف. الحقيقه عند من؟ عند من؟ وهي نورمالمون عندهم خصها تكون. مع العلم انهم مجبرينش كاع. لا عند من تكون. عند المدرب. صافي. ويمكن ما كنتش نطول فيها انا كان باش نخرجوا من حيت قوت ها علاش ها اللي صعيب في هذا الشيء ديال الاستجوابات. هذا هو اللي صعيب. كناخذ من عند عموته ناخذ عند جبران نمشي ندوز عند عطيه الله نمشي نبدا ناخذ استجوابات وهذوك الاستجوابات كيخرجوا للوجود وكنولي كل واحد كيرغي بالغاه. علاش الناس دابا عالميا كيجلس معاه الكابيتان ديكيب شاك ماتش كيمشي معاك شي واحد كيمشي مع المدرب وابري الماتش كنعين عاوتاني شكون هو اللي غادي فازون ميكست حنا كفريق كنعينوا شكون هو اللي غادي يمشي باش يتكلم باسم ملي كنولي ناخذ انايا لي زانترفيو ديال الاربعه ولا خمسه ديال لي جوار بيس المدرب راه كنولي في المشاكل. ناخذ معنا السي عمر من كازا. السي عمر مقاطع الخط. كازا ما عندكش معها حمزه؟ لا غير شوف لي نظرات ديال فخر الدين. لا راه ذاك النهار كنت قلتها لي كي راه واحد مازال ما خنزرتي فيه. باقي ما ديك الخنزيره ديال الجمال مازال 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 غادي يلعب شويه بشويه غادي يولي يشد الخط هو بيدي بلا تليفون وعيط هو يهضر. كريم بيبو قال لك كان المغرب اول مجموعه في 86 وخرج على يد المانيا. كان تبارك الله 86 ما تنساش هذيك الحقمه. مشكلة المنتخب هي الفرديات وكل لاعب يريد أن يقدم نفسه نجما لأنه جاي من فريق أجنبي مشهور. هذا رأي متواضع مصطفى ظاهر. ونتمنى احنا إذا كانت شي حاجة نلعبوه كوليكتيف. تي اش الودادي قال لي بيرسونيلمون لي زيكيب اللي عندهم تاريخ هما لي زيكيب اللي عندهم دي تيتخ. ولكن بلاتي أنا نسولك على لونجلتير إنجلترا أون كروند ناسيون في الفوتبول هما اللي خرجوا الكرة كاع ياك كتهضر على انجلترا؟ فوالا عندها كاس العالم 66 66 وفيها مشاكل ديك الفينال فقط ما عندها لا كوب دوروب لا والو كتمحن دونك لي تيتر. السنغال الا جبتي السنغال في لافريك سي اون كروند ناسيون ياك يلا دات كوب دافريك الاولى ديالها. كانوا كيقولوها كانوا السؤال اللي كيتوضع دائما علاش المنتخب السنغالي ما تيحققش يعني القاب. دونك كاين معايير اخرى اللي كيخليوك انت قوه كرويه كبرى. هذا السؤال خصو يطرح نيت على المنتخب الوطني المغربي. علاش حنا فقيرين يعني في الالقاب؟ عندنا الكوب دافريك في 76 نكمل هذا الميساج انا ما قريتوش اللي عندهم. ها سي با لو كا بور لو كندا اي لا كرواسي اي ميم لا بلجيك. وراه بحال بلجيك ولا كرواسي راه داخلين في اطار دوك المنتخبات اللي كتقدر واحد النهار. شكون اللي قال كرواتيا غدير فينال في 2018؟ فرنسا وقات فينا كاع الماتش اللي لعبوه زوين مشاو مع فرنسا لا الطريقه باش وصلوا بعدا سلخوهم هذوك. شكون اللي قال؟ بمعنى راه يقدر واحد المنتخب يوصل لك هكا ما تعرفوش كيفاش داز وكيوصل كيدير لا بيرفورمانس. خالد من كازا مرحبا. سي خالد مرحبا. سي منير اهلا وسهلا لاباس كيدير الحمد لله شدت لنا كازا دابا بارك الله فيك بارك الله على حمزه الله يخطيك شكرا لك بارك الله فيكم اخويا. تفضل سي خالد. برنامج راه ناجح ان شاء الله. الله يبارك فيك بكم سي خالد. بارك الله فيك سي منير. وكنتمنى اخويا المنتخب المغربي ان شاء الله يدوز الدور التاريخ كاس العالم ان شاء الله. راه عندنا منتخب مزيان ان شاء الله خاصنا نثقوا في الدراري والكراد ان شاء الله ومن كل خير.
الله يحفظك الله يبارك فيك السي خالد بارك الله فيك. كنتمناو الوداد باش نمشيو في البطوله مزيان ان شاء الله. تولفنا الوداد ديال الركرادي ماشي هي ديال عموطه. وراه كل حقبه كل حقبه عندها المسائل ديالها باللاعبين ديالها بالطريقه ديال الاشتغال بالظروف. ولكن عموطه شويه كيكون صارم شويه. شوف راه حتى واحد ما كينكر على ان فريق الوداد الان ملي كتفرج فيه راه تبارك الله هو اللي عنده واحد اللي فيه كتيف غني بمعنى الكلمه. كيتوفر اسمح لي باش نشرح لك باش نشرح لك راه فريق اللي كيتوفر على واحد اللي فيه كتيف غني تبارك الله ثم كيتوفر على القاعده الجماهيريه اللي كتشجعك واللي كدير لك. اش كيبقى لك انت؟ تيبقى المدرب خصو يجيري هذيك المجموعه اللي عنده باش كيعطيك واحد كيف كنقولوا هنا واحد الماتش مزيان تغييرات مزيانه. الله يحسن العوان كاين لعابه تبارك الله كاين لو بون دو توش. انا كنقولها راه ملي كتفرج وهذا راي ديالي خاص ملي كتفرج في الشامبيونا راه ملي كتجي حتى للوداد تبارك الله وصلاه مي كاينين دي جوار تبارك الله كاين كل شيء. لا كاينين لعابه غير هو خاصو يعتمد على احداث هو في لافاسونتر شويه. ودابا ما تبقاش تفرض عليه انت راه يعتمدوا على هذا. شوف غادي يشتغل راه انت تقول ليه كلمه وانا غادي نقول ليه كلمه واحد اخر غادي يقول كلمه هو حتى هو راه محطوط في واحد البلاصه راه الله يحسن العوان. ملي كيكونوا عندك 24 لعاب ولا هذا كتفي النيفو فحال فحال وعندك جمهور ديال الوداد اللي كيغير على الفرقه ديالو وتيبغي النتائج راه سوني با فاسيل. فهمتي شنو نقول لك؟ تفضل فخر بك ويكون خير السي خالد ان شاء الله غادي نديروا البطوله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تحياتي السي خالد شكرا الله يحفظك السي خالد. حمزه صديقنا عماد من وهران قال لك راه مقلق عليك هذاك الدري اللي كيعيط. اه شتي مقلق عليك حمزه ما شديتي انت خسرتي مع الناس ديال كازا مع الناس ديال فرنسا دير داك الديسك ديال وهران مع الناس ديال وهران دير وهران ديال الشاب خالد الله باش دير لي خاطرو دير Depuis 1930 jusqu'à aujourd'hui, 8 pays seulement ont remporté la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde. Maintenant, l'Angleterre, l'Espagne. Et le baqi rak aarf, le client, le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne, l'Italie, et au France. المنطق كيقول بلجيكا وكرواتيا عندهم نجوم والمغرب يملك نجوم مع تشجيع الجماهير وقتاليه في الملعب لن يكون التاهل صعب ومستحيل. وخساره مدريد امام فايكانو خير مثال. خساره مدريد امام فايكانو كتبقى هذيك هي الحقيقه ديال مباريات كره القدم ماشي ديما داك القوي هو اللي كيربح. حقيقه الكره بوحدها حنا نخدموا نمشيو نتوكلوا على الله نشوفوا في المونديال اشنو ممكن تعطينا هاد الكره وهاد التوزيع ديال المباريات. انا من سويسرا. سي مصطفى الفرغوسي وكاع عليك حمزه تا هو داروا لي انقلاب وانت انت خسرتي مع العالم كامل انت هذا الشيء راه كلشي غيجي من فخر الدين الخيط ديالك عادي المهدى. اي منتخب لديه قائد مجموعه يتحمل ثقل المباراه عكس قائد المنتخب المغربي حشومي؟ وخويا قائد المنتخب راه ما كيجيش وكيخلق بين عشيه وضحاها راه كيطرب في المنتخب. بلا ما نجبدوا السميات ياك لا بلاش حيت في الوقت اللي كيكون ان ليدر راه معادي بتي ليدر صغار كيمشي هذا وهذاك ليدر كيكون اكزومبل للعابه ديالو راه ماشي ليدر مره مسيسبوندي مره ما بغاش مدرب مره راه ماشي اللعابه كيسمعوا ليه ماشي هو هذا الليدر راه هادشي اللي كاين منير والله الا كاين واحد كان داز عندنا واحد ليدر كتفرق بزاف ديال الحوايج كيكون هو اصلا دوزيام يعني انترينور في هو غير هو الليدر كيكون كيصبر بزاف ديال الانتقادات وكيصبر بزاف ديال الحويجات داخل الفريق باش كيبقى شاد كي كنقولوا حنا المجموعه. كاين واحد البروفيل سي فخر الدين داز عندنا في المنتخب هو ولد البطوله داز في المنتخب وعاش في الفتره اللي كانوا كيجوا فيها اللعابه من اوروبا باقي لدابا كيهضروا عليه كيفاش الشخصيه ديال هذاك السيد وكيفاش كان كيجمع وكيفاش نور الدين انا بغيت نجبد السميه لا نور الدين وقال لك فاش كيكون كيمشي معاهم اسمح لي فخر الدين قال لك فاش كيكونوا خاسرين ولا شي حاجه كيهز كوره كيقول لهم يلاه الدراري مازال غنرجعوا في الـ في الـ في, الـ في المقابله غير يتكلموا لكم شويه فهمتي هو كان كوتش مونطال يعني قبل ديال التماركه عليك ولا هذا ماشي هو هذا لو كوتي اللي مهم اللي مهم لو كوتي اللي مهم لوطيرو الفيستير فوالا وحتى هذه القضيه ديال افريقيا كانت كتهبط بهم الطياره وتيبدا يقول لي شي واحد اول مره وصل كضرب فيه ديك الشاليمو ديال الصاد كيهضر تيقول فرنساوي نو هذا تيقول لي واه راه هادشي اللي جاي لي انت باقي ما شتي والو كيف عندك واحد
هو الكابيتان ديكيب كيوصل لهذوك اللعابه فهمتي كيكون كوتش مونتاج اللعابه كيكون مجدهم وصافي. سيف خالد الدين شكرا لك تحيه لك نلقى غدا ان شاء الله. شكرا منير شكرا الناس اللي اتصلوا بينا وهذوك الناس اللي ما اتصلوش بينا يحاولوا غدا ان شاء الله انا غادي نهضر مع السي حمزه دابا ونشوف هذا اليوم ديالو ديال سميته الله يرضي عليك قطع العلاقات مع يا اما غادي يدوزكم ولا راه غادي نجيبوا جمال عندنا احتياط الحمد لله كاين اللائحه الاوليه فيها دابا حمزه النهائيه باقي ما عرفناش فيها. شكرا حمزه في الاخراج. مستمعينا الكرام الساعه الثالثه بالاستوديوهات شاده اف ام الى اللقاء.